السلام عليكم، كيف أخباركم؟ إن شاء الله طيبين. كيف أحوالكم كلكم؟ أمس سعيد عليكم الناس اللي في البيوت. السلام عليكم. الدفاعات السلام عليكم. قيادة عامة السلام عليكم. بورسودان السلام عليكم. كل الناس السلام عليكم. الولايات السلام عليكم. مستنفرين السلام عليكم. اللي شغلكم في الخرطوم ما شاء الله تبارك الله، ربنا يحفظكم وربنا ينصرنا بثباتكم وربنا ينصرنا بعزيمتكم. أهلنا في البيوت، أمهاتنا، أخواتنا، بناتنا، السلام عليكم. كيف أخباركم؟ إن شاء الله طيبين يا أخي، طمنونا عليكم كلكم، إن شاء الله بخير، إن شاء الله ما عندكم عوجة. كنا دايرين نشوف نشوف حاجة لي في حاجة مفروض أشوفها قبل اللايف، لكن ما تيسرت يعني. طيب السلام عليكم، كيف أخباركم؟ إن شاء الله طيبين. في البداية كان في تصريحات في الجزيرة والأحداث وكل المواقع الإعلامية إنه محمد حمدان دلقوا دلقوا دقلوا دلقوا اتواصل مع الرئيس الكيني قبل يومين، والموضوع ده شائك شوية كده. احنا طبعا بالنسبة لنا الرئيس الكيني زول مشبوه، وعلاقة الدعم السريع مع كينيا مشبوهة، وعلاقة الحرية والتغيير مشبوهة مع كينيا، وزي ما متواجدين حسي القحاتة ديل في كينيا، محمد الفكي وغيره ديل. ف خطر في بالي سؤال بسيط يعني. حميدتي قبل يومين في تويتر منزل انه هو تواصل مع الرئيس الكيني واطلعوا على مجريات الاحداث، واتفقوا انه يسعوا في ايقاف اطلاق النار والديمقراطية والحكم المدني والكلام الخرابيط اللي بيقولوا ده. وحميدتي يتنفس تحت الماء يعني، تحت القبر يعني. ليه حميدتي ما مشى للرئيس الكيني؟ يعني الميزة شنو؟ انه حميدتي يكون قاعد وتواصل مع الرؤساء والخارجية السعودية. طيب ليه ما يطلع يمشي يلاقيه؟ صعبة ما صعبة؟ مع عبد الرحيم قاعد في نيروبي، عبد الرحيم قاعد في تشاد، عبد الرحيم قاعد في توغو، عبد الرحيم قاعد يصل لحوم افريقيا دي وافريقيا الوسطى، عبد الرحيم قاعد في تشاد عديل، عنده بيت في تشاد، حسي في عنده بيت في تشاد، يعمل له هجمة وبيفز، ثاني يوم يجي راجع السودان. لماذا لم يذهب حميدتي ما دام هو حي بنفسه وياخذ الشرعيه دي ويمشي يلاقي الرئيس الكيني عديل؟ ليه يعني تترسل له كل مره ونقعد نشكك وما نشكك؟ زي ما كتب اخونا شبشب الملك، فقال في اعلان عن انه في فيديو ذكاء اصطناعي لحميدتي او كده، وحيقعد يشغل لنا الميديا، وانت كانه الميديا دي لما تنشغل قاعد تجاوب. يعني احنا امبارح تعبانين نجيب لك اقوال الحريه والتغيير لسانا وقولا وصوت وصوره، وجاي في الجزيره تطلع الليله تتكلم لي عن الكيزان في 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 المجلد؟ جاوب انت، اتكلمت قلت حرفوا كلام زينب، قمنا جبنا لك كلام زينب صوت وصوره، وريناك الموقع حقها وكلامها ما مختزل، زي ما اسيا من مكه مثلا يقطع عليه يقول لك صرف، قال المستنفرين نكرات زي ما قال شيخ. انا التراب ده بكفره، خليه اقول شيخ وما شيخ، التراب ده عندي كافر راسه عديل. بتقدر تكفره انت يا مين؟ لا تستطيع. ما زول كنت ذاك بتاع المؤتمر الشعبي معاكم، انا عندي كافر فاسد في نفسه مفسد في دينه مضل للجماعه، ده انا رايي في الترابي مكتوب ومقروء وبعيد وبكرره. بتقدر تقول الراي ده فيه انت؟ خليه قال زي ما قال. انا قلت المستنفر النكره ده ما بيقدر يتكلم مع عميد، العميد ما تشتغل بيه، شيل كلاشك واطلع. انت بالنسبه لهم في الجيش نكره،
انت شريط ما عندك، كيف تقول انا اتكلمت مع لواء قائد المنطقه او ابى يخليني اطلع؟ ابى يخليك تطلع تشيل كلاشك تطلع، تمشي انت تقول الانصراف بنبذ المستنفرين؟ ما بنبذ المستنفرين، ديل 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 ده قلبي ذاته، انا اللي عملت الاستنفار، انا يعني هم مشوا المعسكر لانه انا قلت لهم امشي الاستنفار. انت كده تعال رجعهم، ما عربي نجيض، لا انت لا مخابراتك للامارات للسعوديه للامم المتحده للفصل السابع لاي منظمه بتقدر ترجع المستنفرين ديل بما وصفتهم انهم ارهابيين؟ بتقدر انت؟ حسي انا ولا سالناهم ولا سالوكم طلعت قلت المستنفرين بيعتقلوا الناشطين كده كده تاخد كرات في البلد دي. الحاجه الثانيه، انت المفروض تكتب في التحدي اللي انا قبلته منك يا امين، امبارح انت قلت لي يا اخي اتحداك ابو الجوخ في اي مناظره في اي مكان في العالم، قلت لك انا شرطي فيها تيجوا تعملوها في السودان، بكره الصباح ده انا بكون معكم جوا الاذاعه، ترد على الحته دي تقول والله قبلنا ما قبلنا، دي مشكلتكم، نمشي معاكم في الحته نحددها معاكم تفتحوا لي موضوع ثاني. فهسه احنا بنسال عشان ما تخش لي في موضوع ذكاء صناعي وما ذكاء صناعي، ولا محتاج ذكاء صناعي، انت قاعد تتصل بالرئيس الكيني يا حميدتي، هل انت حي الان؟ حميدتي يا ميت، هل انت حي؟ نعم. هل قاعد تتواصل مع الرئيس الكيني؟ نعم. لماذا لا تذهب الى زيارته وتضع حد لهذه التكهنات والاقاويل؟ نقطة عربي انتهى. قاعد يرد عليك؟ ايوه. رد عليك وزات الرئيس الكيني؟ انت قاعد لسه الكاهن البرهان ده لو داري يحرجك انت والرئيس الكيني، ما بيحرجك الا لكن مديك مساحة تتنفس. وقال لك يا اخي انا والله ما برد على حاجات مجهولة المصدر. فعشان كده لا ضرب للرئيس الكيني ولا سأل ولا بالنسبة له انت مجهول المصدر، وقالها صراحة يعني. قال في قناة الحرة في نيويورك عملوا معاه لقاء قال له خطاب، قال انا ما برد على حاجة مجهولة المصدر، انت بالنسبة لبرهان ما في، انت نكرة ماف. فإذا انت موجود يا حميدتي وعبد الرحيم بيقدر يطلع من السودان وبيقدر يطلع من الخرطوم وبيقدر يحوم، أولى انك انت تمشي تمارس مهامك كرئيس الدعم السريع ورئيس السودان المزعوم. الموضوع ده بسيط يا حميدتي، والقصة دي احنا ممكن نكفله ولا لايفات ولا حرب ولا غيره. امشي للرئيس الكيني كورعينك، كان انت راجل، ما العربي ده نجيب هي ما راجل، كان انت حي. هسي الرئيس الكيني ده احنا نزنقه زي وزير الخارجية السعودي، قالوا يا اخي اتصلت بحميدتي وحميدتي كتب الكلام ده في صفحته واتفقنا على تكوين لجنة ومال تكوين لجنة ومحاسبة المتفلتين من الدعم السريع. رئيس وزير الخارجيه قال انا اخر مره تكلمت معه يوم 27/4، ما هم ما قدرنا نعصرك بنعصرك يعني، ولكن خليك تفرفر يعني. الكاهن عنده راي، البرهان وانا عندي راي، فرفر يا زول. حسم المساله بسيط، حميدتي قال اتواصل مع الرئيس الكيني، ممتاز. امشي له وتعال راجع حتتك اللي قاعد فيها. ساعتين بس، ساعتين زمن. واحنا نامن لك خروج امن، مع عربي نجيب. انت ما دنياله دي عندك هسه في يدك؟ اي ما الطيارات بتنزل فيها؟ اركب عربية امشي لحد نيالة، اركب من نيالة امشي كيني، صعبة. امشي من نيالة امشي من الضعين دي ما قاعد فيها اخوك امبارح عبد الرحيم عامل لي فيها مكتب. ايوه من الضعين دي عليك الله امشي اركب من ام جرس وامشي كيني. العربي ده ما نجيض. فعشان كده الكاهن لما قال لك لا ارد على احاديث مجهولة المصدر، هو عارفك ميت. يبقى مشروعك ذاته مات. خلاص هو بالنسبة له البرهان بيكتل فيكم، لكن طبعا ما بيقدر يقول الكلام ده لانه قاعدين انتوا زي امين ده بيقعد يحرف كلامه. البرهان لو قال حاجه طالب مش بيحرف، حسبت ليك حس انه حرف. ممتاز. قام الليله السيد البرهان امبارح كان في عزة في مروي، نهر النيل حام ومشى عزة وكده، وربنا يتقبل شهدائنا وشهداء القوات المسلحه والشهيد قائد الفرقه 15 اللواء، ربنا يتقبله ان شاء الله. بعدين جا راجع ركب الطياره مشى وين؟ مشي جيبوتي. قلنا له يا سعادتك انت تمشي تحوم الكوكب ده كله وتمشي جيبوتي، لماذا؟ لان جيبوتي دي عندها مشكله مع اثيوبيا. دي انت شفت الزول زار حتتين فلازم تقراها قرايه صحيحه، وشوف تصريحاته وتصريحات الرئيس الجيبوتي اللي هو شنو؟ رئيس الايجاد في دورته الجديده. نعم؟ يعني هو مشى لمنو؟ هو مشى لرئيس الايجاد القاعد في جيبوتي. لا يا اخي مش زياره سايمة عندها معنى جن حوامه، جن حوامه كيف يعني؟ يا اخي جيبوتي دي شغال بابنو، ما هي رئيس الايجاد. نعم؟ ما احنا مشينا عرسنا القحاته
ومشينا قفلنا لهم دروبهم ومشينا قفلنا لهم اوكار الجريمه اللي كانوا بيمشوا بتدسوا فيها. لماذا كانوا محتمين القحات بالرئيس الكيني؟ لانه الرئيس الكيني كان رئيس الدوره بتاعت ايجاد. فتره دوره الايجاد رئيس كينيا ده ما كنا قاعدين نتعامل معاه ولا كنا بنتواصل معاه، وتصريحات الخارجيه السودانيه كافيه وشافيه ووافيه وحاسمه في المساله. قام الرئيس البرهان مشى للرئيس الكيني في لقائه لما جاء جاري سلم عليه وقال له مستر بريزيدنت، معناها شنو؟ قفل الموضوع تماما الرئيس الكيني، ما اعترفت به، اعترف به. وهو البرهان عنده خطاب طالع من الخارجيه السودانيه ومجلس السياده، لا نعترف بالرئيس الكيني رئيس لدوره الايجاد ولذلك لن نحضرها. العربي ده ما واضح هناك، انت سامع ولا ما سامع؟ احنا قاطعنا الايجاد في فترة الفاتت ليه؟ لانه الرئيس بتاع رئيس كينيا قلنا زول ده احنا عندنا معاه مشكلة وما حنحضر الاجتماعات ولن نعترف بالقرارات. والله طلعنا قرارات يا صرفة غصبا عنك وعن جيشك، صحيح نفذتها وين؟ نفذتها وين قراراتك دي؟ القرارات اللي طلعتها الايجاد في دورة الرئيس الكيني نفذتها وين؟ في دورة الرئيس ابي احمد اللي كانت استثنائية وجحد راح مدوك نفذتها وين؟ ولي حتة ولي حاجة ما عملت شيء. قمنا مشينا للرئيس الكيني قلنا له احنا ما معترفين بك رئيس للايجاد. مشينا البرهان قام ذاك استقبله وقال له هاي مستر بريزيدنت، سلم عليه وقال له كيف الحال؟ قال له بلبس، قال له بلبس. بالعربي كده قال له بلبس، ضحك ذاك ضحك وما اشتغل بكثير، اتصور معه وطلع، اتصور ثاني قفل الباب بتاع كيني. وين القحات اللي قاعدين في نيروبي؟ وين اجتماعاتكم لقاءاتكم؟ وين؟ ما دار تتكلموا في لقاء حمدوك بالرئيس الكيني بعد زيارة البرهان ليه؟ لماذا لم يلاقي حمدوك الرئيس الأثيوبي اللي قاعد معه؟ ما كان قاعد معه البرهان، ليه مش خلى الرئيس أبي أحمد ومشى جرب هناك للرئيس الكيني؟ البرهان ما شغال، كيف ما شغال؟ الزول ده مشى لرئيس دورة الإيجاد، مشينا حسمنا أمورنا، وتكلم معه وتكلم معه وفي تصريحات مهمة جدا والناس ما اشتغلوا بها، احنا ما شغالين بها ليه يا برهان؟ مجهودك ده انا مقدره طبعا، لكن الناس دايره بل في الشارع، في الشارع الحمد لله البل ماشي. قال لك بحثات تطور الاوضاع في السودان، ورئيس مجلس السياده والرئيس الجيبوتي يعقدان مباحثات ثنائيه لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين. والبرهان يقول نامل في نجاح قمه الايجاد المرتقبه الخاصه بايجاد حل الازمه السودانيه. الكلام بتاعه ده لازم تحفظوه واسمعوا قال شنو. قال نأمل في نجاح قمة الإيجاد المرتقبة الخاصة بإيجاد حل الأزمة السودانية، معربا عن تمنياته بأن يحقق الأمن والاستقرار وإيجاد الحلول لكل مشاكل دول الإيجاد بما فيها أزمة السودان. الزول ده ما لاعب لعب بتاع كهنة كبار. قال له يا أخي نحل المشاكل بتاعتهم كلهم بما فيها أزمة السودان. بعد ما ذكر ديلك في الأول حتى ذكر أزمة السودان، يبقى أزمة السودان ناتجة من شنو؟ من أزمة الدول الواقعة في الإيجاد. فقام نبه وقال كده، ده تصريحات واضحة زول، ده كلام مكتوب عنه في الإعلام، يعني ما في، ده حقه ذاته، تجي تفسره ليه تفسره؟ ما نقراه. والاستقرار وإيجاد الحلول لكل مشاكل دول الإيجاد بما فيها أزمة السودان إيجابياً في ظل تولي جيبوتي رئاسة الإيجاد. يعني كلام دبلوماسي رفيع المستوى. قال له يا اخي احنا متوقعين انه حل الازمه في السودان وكل دول المنطقه دي بتاعت الايجاد حيكون حل ايجابي لان في ظل تولي جيبوتي. قال له يا اخي انت زولي، البرهان مش اشتراه، نعم مش اشتراه. قال له يا اخي نتوقع انه حتكون كل الحلول ايجابيه في ظل رئاسه دوله جيبوتي لدوره الايجاد الجديده. دورة الإيجاد دي يا أخواننا مجموعة زي الاتحاد الأفريقي، مجموعة من الدول زي 6 دول كده عاملين لهم منظمة برام تدير وتحل مشاكلهم. مشوا القحات حشكونا هناك ولا في اي حاجه، قاعدين هسه حايمين في المطاعم وفي واللي عنده اقامه دار جديده والداخل باليونيسيف كله 3 شهور منه ونمشي يشوف ورق وضعهم كده ما مستقر. فحسي كده زي يمرق من مصر ويجي راجع، تعال الكلام ده انتهى والله انتهى، ما في فوضى زي دي والله. تمشي وين يا الحبيب؟ مش في ايجاد جايه. احنا البرهان مشى ده قبل ما يدوروها ذاتها. قال له يا اخي اول حاجه نبارك لك انك بقيت رئيسه، واحد، وفي ظل دوره رئاسه الايجاد، 2، وقال له يا اخي وقال نحن مع ايقاف الحرب والاقتتال وعوده الحياه الطبيعيه للشعب السوداني. انا قريت كم سطر؟ 1 2 3 4 5 6 7، بعدين وصلنا للسطر الثامن او 7.5، قال نحن مع ايقاف الحرب والاقتتال وعوده الحياه الطبيعيه للشعب السوداني.
هل الحاجه دي انت فهمت فيها انه البرهان ده وجه رساله لحميدتي؟ انا بسالكم، هل كلام البرهان ده بيتكلم مع الحريه والتغيير ولا مع الرئيس ده؟ بعد ما انتهى من كلامه وخدتاه بالجنبه وقال له يا اخي الشغل ده حتحلوه ايجابيا، قال له احنا والله في ازمتنا دارين نحلها كيف. قام البرهان ورى الرئيس بتاع الايجاد، قال له دار احلها كيف، قال له دار تحلها كيف، قال له اول حاجه نوقف الحرب والاقتتال وعوده الحياه الطبيعيه للشعب السوداني. احنا معه، قال نحن معه. البرهان كل ما يبدا خطابه في اي حته في العالم نحن معه، ولكن تمردت الميليشيا ورفضت الجلوس في جده، ولكن تمردت الميليشيا ورفضت التنفيذ مخرجات اتفاق جدة، ولكن تمردت الميليشيا وواصلت دخول نيالة. ده كلام البرهان. انت مع الحرب ولا مع تجيف الحرب يا صار؟ انا طبعا الحرب تجيف، الطريقة تجيف فيها الحرب ده شغلي وانا اول برهان. احنا نبيل الدعامة، في زول عنده مقترح تاني؟ والله يا صرفة طبعا في ما دار نسمعك. نعم والله ما دار نسمعك، لا ما في ما دار نسمع حلول، ما دار نسمع يا زول. احنا والبرهان قلنا بل بس بعدين نبدا خطابنا دبلوماسي رفيع المستوى، فهمنا قال في العالم داير الموت، ما في زول، ما في زول عاقل داير الموت، ما في زول عاقل داير اقتتال، ما في زول عاقل رئيس دولة وظيفته انه يحكم دولة مستغرة ويشهد له شعبه بانه بينمي وبيعمر اليوم لو اربع سنة بيحارب. ما في رئيس داير الحاجة دي، هو قال انا ما دايرة. كلام واضح، قال نحن مع ايقاف الحرب وايقاف الاقتتال وعودة الحياة للشعب السوداني. جاب سيرة للدعم السريع؟ لا. حل سياسي؟ لا. تداول سلمي؟ لا. إطاري؟ قال حاجة فيها علاقة؟ لا. فهمتوا كلامه ده واضح؟ هل في زول فيكم صغير كبير فهم الكلام ده إنه زول ده رشح أو 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 أشار لأنه في 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 حلول سياسية ولا كده؟ قال لك مجلس السلم الأفريقي والأمن يقرر تشكيل لجنة رفيعة المستوى للتعامل مع الوضع في السودان بإشرافنا وإدارتنا ورعايتنا. الكلام ده كده واضح؟ ده كله المتعلق بزيارة الكاهن. رئيس مجلس السيادة يعود إلى البلاد بعد زيارة استغرقت يوما واحدا إلى جيبوتي وأريتريا. قام مشى جيبوتي اللي هي عندها مشاكل في الجنب بتاعت أثيوبيا. ما أثيوبيا ده أزول ده ما مضمونه بي أحمد، هو يا أحمد ما رجل الالتزام ولا اتفاق، ومشهود له إن إحنا وقعنا معاه اتفاقية إنه يجيب لنا ورق نتفق بعد ذاك في موضوع السد. قام مشى عمله بنو وبي أحمد ما عنده كلمة ولا عهد ولا إل ولا ذمة، ما راجل أصلا وبي أحمد، والدليل مصاحب القحاتة سمعته في الوطن، وبي أحمد سمعته في الوطن كرئيس منتهي زي ما عنده قيمة. مشينا لو جيبوتي قلنا له يا أخي أنت موضوعك شنو؟ أنت قلت لي يا وبي أحمد عندك مقاتلين 33 ألف في السودان وعندك مقاتلين بيجوا يسرقوا البضائع حقتنا، جبناها لك مصورة جابها في الجزيرة قبل أربع يوم، شاحنات مسروقة من الخرطوم داخل عليك. البرهان قال له خير وعديلة وزين، قال له خير وعديلة وزين ومشي جيبوتي إلا وبي أحمد الليلة الليلة ما بينهم. قام طوالب هناك شنو فرمل؟ قال له السواق بتاع الطيارة سعادتك، قال له قال له فرمل لي هنا، دي ما أريتريا خالي. طبعا أريتريا ما فانت، فأنت بس وعمك ده قاعد أصلا أفورجي ما قاعد يطلع من أريتريا أي وقت قاعد. المهم وصل لحد ما الطيارة قعدت كده ضربوا له وبتاع، صاحبك جاء استقبله في المطار. قعدنا مع أريتريا وقعدنا مع جيبوتي، إحنا شغالين، احنا بنأمن ونأسس في موقفنا خارجيا، ما في زول تاني بيمشي بيعمل لنا شوشره. انت داير اصوات توقف الحرب في السودان بادانه القوات المسلحه، هم ما كانوا الحريه والتغيير بيفتشوا في اصوات توفق بين الدعم السريع والجيش، لا كانوا بيفتشوا في ايقاف الحرب عن طريق سحب الطيران بتاع القوات المسلحه، ادانه قاده القوات المسلحه برعايه ودعم رؤساء الدول ديل. مشى البرهان الليله قاعد مرايق امور طيبه، جيش منتشر، جيش مرتكز، جيش داخل، جيش مارق، طيران مدور بتاع محاصرين الفارات. ماشي تم الشغل ده في 24 ساعة ما تم. زار دولتين، واحد منهم رئيس دورة الإيجاد، حسن موقفه وجراجة. وجا بايت في بورسلان، حسي لو دايرين الدعامة قاعد في بورسلان. والله العظيم عندكم مسير اتصل؟ لا. عندكم كتيبة اتصل؟ احنا البرهان ده نجيبه، تجيبه يا هو ده قاعد في بورسلان، ما ما المينا ده ما مدسوس يا اخوان. بجيب ايش بيوصلك بالشارع، اركب الشارع ده بيوصلك بقفل بتنط العقبه بتجي تلقى بيت البرهان. ما واضح؟ انت معامل فيها سودان، انت لما مركتوا يا الحريه والتغيير في خطابكم الاول للبرهان مركتوا استاذنتوه؟ لا، لما جو داخلين حسي قالوا ارسلنا رساله للبرهان طلبنا لقاءه بصوره عاجله عشان نشوف الاوضاع في السودان. اعتقد مركت كلمته؟ لا. وما تيجي راجع؟ طيب هسه هو بيتسافر وبيجي راجع، انت ما بتقدر تيجي راجع مالك.
لا ما احنا خاطبنا رئيس مجلس الزيارة عشان تكون الزيارة رسمية. انت ما ولا حاجة، انت نكرة صح. شنو خاطبته وما خاطبته ورد عليك؟ ماذا رأى ذاته؟ طلعت اشاعات قال لك، قال له انت عالوا ليه في وادي سيد؟ هو ما شاف اصلا برهان ده بالمناسبة. شاشاته دي يا معلم تظليل فل والله، بلازمة ما بشوف اي حاجة. تكون واقف قدامه ما شايفك. قال لها منو؟ قالت له الرئيس، نائب رئيس. قال لها ما برد على الحاجات المجهولة المصدر. يا اخي ما جابوه في التلفزيون في خطابك اللحظة دي انت بتتكلم في الامم المتحدة؟ ما شفته والله ما شفته. قال لها، قلت له لكن طبعا ما يترتب. قال لا انا ما شفته، ما عارف وارد على شنو، انا ما عارف. فشوفي موضوع طبعا مجهز اسئله كثيره دار تحرجه. وهذا حيمتي ما ظهر وانت ما قلت عليه ميت وبتاع. قال لا انا ما بعرفه. قال لا انا ما شفته. يا اخي اللقاء خطابه في المكتب وتكلم مخاطبه الامم المتحده في دوره ال 68 في تزامن خطابك في لحظه ذاته قام طلع كان ضعيف. قال لا ما شفته. ارد على شنو يعني الموضوع ده في وانا صغيره؟ قلت لها هي انت كيف موقفك؟ قال لا موقفنا بل وهو كيف والله كله تمام. هو اللي هنا قال لها دي اسرار عسكريه ما بقولها. تاني عندك حاجه؟ الكلام ده ما واضح. فهو ده حسي هنا احنا فهمنا البرهان مشى جيبوتي مشى اريتريا، عزز موقفه تماما. والرئيس الاريتري ما كان عنده صحبه كده مع حميدتي الا الكاهن، ما يعني ما علق عليها. فالكاهن حسي شنو؟ بيظبط في الشغل. يهود البرهان يلتقي بمطار أسمر الرئيس الأريتري أسياس فورجي في طريق عودته إلى البلاد قادما من جيبوتي. قال يا أخي بدل إحنا ندور الطيارة دي تاني، والزول السواق بتاع الطيارة ده عنده ظروف وتعبان واحتمال يكون شنو دار يرتاح. قال إحنا في طريق عودته نقف في المطار نلاقي ولا القصر الجمهوري. كلام ده فيه مشكلة يا صلاح مناع، في تكاليف رحلة هنا طالع شابكنا. والله البرهان يصرف مليون دولار في الرحلة الواحدة، ده ماشي المريخ ولا شنو؟ يا اخي كولومبوس دي طلعت السماء ونزلت دي يا اخي ما كلفت 800,000 دولار، ده من هنا لحد اثيوبيا من بورسودان 33 دقيقة. ما بتخجل انت يا صلاح مناع؟ ما بتخجل؟ هسي بس غشاو وقف معاه يتكلموا كلمتين وراه بس. البرهان قال لا انا قاعد، وانا قاعد ده طبعا رسائل واشارات لاثيوبيا. وابي احمد والله يا ابي احمد تقعد تعمل لي فيها حليفي وانا لا اعترف بالرئيس الشرعي بندوريك والله والله جد. ففهم ابي احمد زي ما بقول لك في المحكمه في الطلاق يقول لك ما عارف ذكر لها القاضي حقوقها ففهمت. في حاجات كده ما بتتقال. فانت فهمت هاي فهمت، انت فهمت ابي احمد هاي فهمت، خلاص ما عندنا حاجه تتقال. مشينا وجينا راجعين. انا الكلام ده جبته لكم من المواقع الرسميه، عندك اي مصدر تاني يمشي جيبه، جيب لي كلام غير ده. لكن الناس اللي ربنا عمى عيونهم شافوها كيف الكلام ده شافوه كيف. طيب تصريحات السكرتير التنفيذي للليغاد اللي هو رئيس منه رئيس جيبوتي تفضل، قال وقف اطلاق النار وخروج المتمردين من المرافق العامه ومنازل المواطنين وعوده الحياه الى طبيعتها تشكل اللبنه الاساسيه لاعاده الامور الى طبيعتها في السودان. الله اكبر. امبارح النور حمد قال يطلعوا لك كيف ده اللي احتلوها؟ احتلوها في زول احتل حته بيطلع؟ ده رئيس الايجاد، الدوره بتاعت الايجاد اللي انتم مشيتوا قلتوا الجيش السوداني يخصف المدنيين ويخصف المواطنين ويهجرهم، رئيس الدوره بتاع الايجاد ده تصريحاته. انت سمعت كلام البرهان؟ اي كفايه ولا ما كفايه؟ والله كفايه. لا لا ما كفايه، انا سمع القحات كلام رئيس دوره الايجاد. احنا مطالبنا شنو اللي قال اليوم؟ الزول ده بيعرف البرهان؟ يعني كان قاعد معانا في السودان؟ لا ما قاعد. الكلام اللي قاله ده ما كلام البرهان، ده ما كلام الشعب السوداني، ده ما كلام الحق. قال ليش شنو قال؟ قال السكرتير التنفيذي للايجاد ثلاثه تصريحات رئيسيه بتاعت السكرتير التنفيذي وبتاعت البرهان وبتاعت مجلس السلم والامن الافريقي. قريت لكم منهم الاثنين، ده الثالث. سكرتير التنفيذي للايجاد وقف اطلاق النار وخروج المتمردين من المرافق العامة ومنازل المواطنين وعودة الحياة إلى طبيعتها تشكل اللبنة الأساسية لإعادة الأمور إلى طبيعتها في السودان. أول حاجة كلام كله عن المتمردين. قال أول حاجة يطلعوا من المرافق العامة وخروج المتمردين، حاضر، ومن منازل المواطنين، بعدين ترجع الحياة لطبيعتها، المواطنين يرجعوا، بعدين ده قال شنو؟ ده اللبنة الأساسية لعودة الحياة لطبيعتها في السودان. ما عملتوا الثلاثة حاجات ديل ما بنتفاهم، والمشكلة في السودان ما بتتحل. هل هنا ذكر أي تفاوض بين الدعم السريع والجيش؟ قال حاجة؟ قال حاجة عن قحط؟ قال حاجة عن جدة؟ قال حاجة عن تنازلات؟ في حاجة ذكرت هنا؟ كلام ده واضح. برهان الليلة مش عمل شنو واضحة لكل الناس فاهمين؟ موقفك من برهان في قلبك خليه وفي العلن خليه، بس أنا بسألك في أي حاجة هنا ما واضحة؟
للسكرتير التنفيذي بتاع الايجاد، الايجاد اللي كانت داعمه للحريه والتغيير وداعمه للدعم السريع. الليله بتتكلم عن المتمردين. تاني في حاجه؟ طيب نشوف العقليه بتاعت القحاده بيفهموا كيف. الاستاذ امين مكي ناصر قال بصوره مفاجئه طرفا القتال في السودان يبدأان مناقشة مقترح وقف العدائيات. إيليا روماني، ده منو إيليا روماني؟ الصورة اللي خاتيها مع كلامه ده أنا ما أعرف إيليا روماني ده منو. أمين مكي معروف، عاهر العينين مصلوبا بساحات البغايا وكلنا عارفينه، الحرامي اللص الكذاب. لكن إيليا روماني ده أنا ما أعرفه منه. والخبر اللي خاتيه تحت من الجزيرة جايب صورة لجيبوتي، من جيبوتي الصورة، الصورة مكتوب فيها السكرتير التنفيذي لإيجاد ورقني قبيهو، اسمه كده ورقني قبيهو، يستقبل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان. حلو، لما تجيب خبر من الجزيرة وتيجي تطبعه في صفحتك بتكتب الكلام المكتوب هنا، فهو هنا كاتب حاجة مختلفة. قال بصورة مفاجئة طرفا القتال في السودان يبدأان مناقشة مقترح وقف العدائيات. الله ده عزيز في السماء يا جنة، ودي الميديا قدامنا، ودي اللي هم هسي أحمد طه الجزيرة قاعد في اللايف ده، وأستاذنا فوزي بشرى ملك ملوك التقارير ده، كينج سايز عجيب، زول معلم والله كفاءة. نديهم عسى تكليف انه يجيبوا لنا الموضوع ده، انتوا جبتوا من وين؟ طرفا الاقتتال في السودان يبدأان مناقشة مقترح وقف العدائيات، من أين أتيت به يا مصدركم الدعم السريع؟ شبشب الملك الليلة دي جايب واحد اسمه منو كده علي؟ ده زول أصلا ده ما اسمه، فبيستشهد بكلامه لإدانة القوات المسلحة. اليوم ده قال يا أخي قبضوا علي كرتي في الحدود جايبه من واحد دعامي، احنا بقينا نخجل لشبشب الملك. ما بنخجل له هو ما نكره، لكن المشكله المتابعين صفوه المجتمع والناس المضاف يقول لك الواد ده كلامه كويس وبتاع، يا تقوم قد يا اخي والله انتوا تحننوا وحياه الله كلكم شهاداتكم مضروبه، بلعد عجيبه والله العظيم اتباعوا. نعم جبنا كلام رئيس الايجاد سكرتير المنظمه اللي هو رئيس جيبوتي، جبنا كلام البرهان ما بيصدقوا انت؟ برهان ده تاسي كلامه ما بيصدقوا؟ الطريقه دارت توقفها الحرب كيف يا برهان وانت ومع وقف الحرب ووقف الاقتتال؟ قام شرح علينا رئيس الايجاد، قالوا الحين المتمردين يطلعوا من المرافق العامه، بيوت المواطنين، المواطنين يرجعوا، الحياه ترجع لطبيعتها، بعدين نتفاهم. دي قال اللبنه الاساسيه، يعني لو الدعم السريع ما عمل ديل ما في اي حاجه حتتم في السودان. ده كلام رئيس الايجاد. امين مكي ما شافه كده، مش جاب واحد اسمه مصدره، قال بصوره مفاجئه طرفا القتال في السودان يبدأان مناقشه مقترح وقف العدائيات. بدأوا ايه؟ البرهان الليلة دور طيارتنا اللون ذهبي، مظل لها صاحبي دوك وركب معه الشفاتة ثلاثة أربعة شفاتة، ما ساق معه زلزال، ومدير المخابرات دور طيارة مشي جيبوتي جراجع. العملية دي تمت وين؟ في دولة من الدول. البارحة جعفر حسن ده ما كان بيتعشى في المطعم اليمني، ما ساكنه في الشارع شابكنه يا سرفة يا نكرة يا جعفر، قابضنه أول حاجة جابوا له فيديو هو بياكل، انتظروا لما تم أكله، وطبعا كان قاعد متضايق، الزول ده كان بياكل من المغرب، مرق من المطعم ده الساعة 3 صباحا راجعين من الشفاتة برا بعين، بس شايفين هو شايفهم بيصوروا فيه الفيديو نازل عند غسان عند دراكولا. نزل باتوا بات في بايتين في مصر، البرهان كان في جيبوتي بس قاعد في بورسودان. طرفا الاقتتال ده اللي تلاقوا وين؟ منو؟ عبد الرحيم ده قاعد حسي بيظبط في المكتب بتاعه في في في, في الضعين، حميدتي في قبره وقاعد مرتاح هسه هو بيشوف اظافره شايفها طالت، وطبعا الموضوع ده محيره. بتضرب في البروتين ده وبتضرب في الحقن دي تتنفخ يا صاحبي، انت ميت اظافرينك بالطول، بكون هسه بعين فاكهه ما راح ينطقطق. قول يا رب يا سيدي اعمل لنا بدكيرو، بدكيرو مناكير ده بتعمله في ايطاليا باطل ابو 17000، طلع لك فاتوره يا حميدتي. لا يعني انت هسه الله خلقك شكلك كده حميدتي، كمان ما تغشنا. لا لا الله ما خلقك كده، لا 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 خلقك الله، قاعدين نعرفها فيك. شغلك ده شغلك بتاع تجميع وتركيب، والله انت تخش جياد ما تطلع كده، وحياة الله جد. ما في عيب تصنيح فيك يا حميدتي ما غطيته، ده شغل قروش. هسه قاعد في قبره الكوكب هادي، الكوكب هادي، الامور طيبة، قحاتة في عولاقهم قاعدين، قحاتة في نيروبي، حميدتي ميت بكفنه، أموره طيبة، عبد الرحيم ده البرهان قاعد بيشرف في جبنته حسي، القيادة محاصرة في أمان الله، المدرعات كان فيها تدوين الليلة، الدقون جابت الجزيرة نزلت عليك حسي أنا.
ده قال طرفي القتال بصوره مفاجاه. وين منو اللي انت جايب منه الخبر اللي اسمه ايليا روماني؟ ايليا روماني ده منو؟ ده منو ايليا روماني ده؟ ظهر لنا من وين؟ من انت يا ايليا روماني؟ انا بعرف الجزيره، الحدث، البي بي سي، وكاله ترويتر ولا اسمها شنو ديك ترويتر، بعرف قناه السعوديه الاخبار. من وين ده؟ ده منو؟ من هذا الرجل؟ امين دقيقه، اقف. الخبر فوق بيقول بصوره مفاجاه طرفي القتال في السودان يبدا، ده كاتبه بخط يده اللي هو ايليا روماني، وده جايبه امين مكي. تحت الصوره جايبه من الجزيره جيبوتي، السكرتير التنفيذي لايجاد ورقني قبيه واستقبل رئيس مجلس السياده عبد الفتاح البرهان. كان المفروض تجيب الكلام ده من الجزيره لو هو قاله. طيب ايليا ده جابه منين؟ ايليا روماني. حنان حسن بصوره مفاجاه طرفي القتال في السودان يبدأان مناقشه مقترح وقف العدائيات، ايليا روماني. سكرين اللي لما جاتني حنان كان فيها 97، ها 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 بيضحكوا فيكم. 19 كومنت، واحد شير. واحد شير قبضناه، عرفنا حق منه. ما خلاص يتعرف يا هدى امين. ايوه نعم، شير واحد في 3 ساعات. طيب ليه انتوا بتقولوا كده؟ ليه الكذب والتضليل؟ لماذا؟ يعني لماذا تفعلون هذا؟ خلاص عرفنا انكم داعين لوقف الحرب بالتفاوض والسلام، انا فهمتها. بتكذبوا ليه؟ يعني ليه انت بتكذب؟ امين انت بتكذب ليه؟ هل المساله دي مرض، وراثه، جاتك حاله؟ ساعدنا نعالجك يا امين. يعني ما ممكن تستمر بالطريقه دي، تكون مسخره. بسمع الله في ده 12,000 نفر بتشير باقي الليل ده بيسمعوه ملايين، بيفتشوا من راسه زي القصريه اللي بيتكلم عنه صرفه في فرنسا ده. ليه يا امين انت بتجيب الكلام لاهلك؟ ليه؟ عملوا لك شنو؟ ما عندكم بنات وعراض وبتاع، وهم كلهم في البيت بيكونوا واقفين مع السنيور. الليله من الحياه الغريبه تحالف الباذنجان والبطاطس. هسه فيها الحمدان بيتحالف مع زول عامل له شير وقام كاتب منشور عن الاستاذه حنان. سبحان الله. فقال بدافع عن حنان، قال بتاع بنك الشمال عجباهن الحاجات الطويله وزي نخره حنان دي عشان تخش في حتات وبتاع. كلام قمه في الاسفاف. صرفه ده قاعد يقطع زلط بتاع كهنه كبار، ما بتقدر تقول فيه حاجه. انت وابوك وامك ومرتك وبنتك الصغيره بتسمعوا فيني وانا قاطع زلط ب 180 مقفل طبلون، لكن ما بتقدر تقبضني. شوف ده ما ممكن تكتب بالاحاده والوضوح ده وتخطها بين قوسين. ما ممكن يا استاذ فيها الحمدابي. انا اعتراضي عليك الاول انك انت ما حامي اعراض. زمان الناس مدوره حرب ومعارك، انت بتخط لنا صوره بيت ممثله. والله العظيم السماحه دي والله ما شفناها. ما شفتها انت؟ بتقول تداسي خبر طلاقك من امك 5 سنة، ما شفتها؟ شوف سماحه زي دي وين انت؟ في زول بيدس خبر طلاقه من امه 5 سنة؟ معناها كل يوم بتيجي داخل لها بيجينا، وكل يوم بتيجي داخل لها بيبت، كل يوم بتغش فيها لما تتغشيها. انت زول كويس انت تؤتمن على اعراض؟ حس انت كاتب الكلام ده بتدافع عن حنان؟ يعني حنان مرأة اسم بس، ده احنا شايفينه نسوية مستذكرة صاحبة المسألة دي وما داسها. حنان لا بتلف طرحة ولا بتلف توب، ما شايفة التياب هي؟ ما شايفاهم؟ طالع انت تقول الكلام ده. قام مشير منشور تاني، مشير من فرس النهر. فرس النهر قال يا اخي الانصرافي سماني الانحرافي. فرس النهر ما في شنو؟ انا انحرفت من شنو؟ قال كاتب منشور، المنشور ده فيه شنو يا اخوان؟ والله يا ذات الناس حيرونا يا كل معايير الرسم. المنشور ده هنا كده اقرا للناس الكبار في البيوت ده كده يا اخوانا، وروني اكون كتبت حاجه انا ما فاهم ولا شيء. قلت يا اخي كتبت السلام عليكم نفرد مساحه نقطتين، اي زول عنده منتج عايز يعلن عنه يتفضل يعلن طوالي، وانا باذن الله بنزل منتجاتكم في منشورات مفصله خلال اليوم. داير زول يطلع لي غلط في المسألة دي. قام قال يا أخي الانصرافي داير يعرض الخمرة والدلكة والبخور والمسرتية والحاجات بتاعت النسوان. طيب اسمع العربي ده يا فرس النار، الله ده ما عزيز في السنة في السماء. اسمع العربي ده. أنا راجل، موضوع ده حسي ممكن الناس يقولوا عليه راجل أو ما راجل، ده موضوع في تقييم المستمع والناس اللي حولي. لكن أنا الموضوع ده ما شاك فيه، يعني ما بجي بقول والله الاحداث قدام تثبت لي انا انه انا قوي، انه انا لا، الموضوع ده متجاوزه. انا راجل وارجل منك، دي انا باكد لك.
انت وجابك وجابكم والحرية والتغيير والدعم السريع كله جد علي. انا عارف دي، انا بين رجالتي دي ما بتنقصها ولا بتعايرني بحاجة زي دي. لما اخواتنا وبناتنا الشعب السوداني نساء السودان احتموا بظهر الرجال وحصلت المعركة، ما لقوا السند، اتفتحت بيوت عليهم ياكل امهات وامهات ازواج ذات تمام واطفال في دولة غريبة، في دولة كل دقيقة والتانية بتغير لك القوانين، ما عارفين يودوا اولادهم وين، ما عارفين يشتغلوا، ما عارفين ينتجوا الشغلة حقتهم اللي بيعملوها حسي دي شغلة الرجال. احنا المفروض نصرف عليهم ونأكلهم ونشربهم ونسترهم. لما ربنا سبحانه وتعالى ابتلاهم وصمدوا وقدروا يواجهوا في الدول اللي هم فيها، عملوا بازار، تطلع واحدة مغتربة في امور طيبة وزوجها معاها مأكلة مشربة في اوروبا ولا في امريكا ولا في كندا ولا في الخليج، تقول البازار ده شنو الكلام البازار ده فيه مره بتعرض كسرة. انت ربنا سبحانه وتعالى ما دخلك في الموقف ده، ما تتكلمي، لا انت لا راجلك ما تتكلمي، لانه دي زوجها كان ممكن يكون شغال في بنك الخرطوم، يتحرق البنك تصرف وتاكل من وين؟ ولا دارين لو نبقوا زي القحاتة يحوموا من المطاعم والبارات والشيشه والسفارات ويبيعوا السودان، انت دارين لو نعمل شنو؟ اي مره تبيع خمره، اسمع العربي ده، تبيع دلكة، تبيع بخور، انا معاها وترسل لي، دار تمشي وين انت؟ انا اخوك وسندك، تعالي لي انا، دار تمشي تعرضي وين؟ انا اللي بعرض لك، انا بعرض لكم كلكم، والاسفاف وطولة اللسان والاهانه اللي بتجيكم انا اللي بصد لها. انا اللي بصد لها. من بكره دي 5 ساعات في الصفحه دي اعلان، جيبي اي حاجه، كريم، ريحه، خمره، اسمع العربي ده، ولا ينقص ذلك من 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 مكانة المرأة دي، ولا ينقص ذلك من رجالتي حاجة. ديل اخواتنا، ديل بناتنا، ديل اعراضنا، اذا ربنا سبحانه وتعالى ابتلانا واحنا صابرين واحنا بنقاتل، انا ما قاعد احل مشكلة الزول واحد. لما نطلع حس يقول لي صرفة والله الحفتي حمو محاصرة، ما انا شايفة، وانا شايف الكلاكلة محاصرة، وانا شايف الناس ما لاقية تاكل وتشرب. الحل المشترك كله شنو؟ اجيب مع القوات المسلحة دي عشان تحل الازمة دي والكارثة. لكن راجل يطلع يتمسخر، انا عارض لمنه؟ أنا ما كاتب حاجة حسي هنا، أنا قلت الناس تجيب منتجات أنا بعرضها. لكن أنت حسي أي بيت في السودان ده تفتحه، أي مرة في البيت في السودان ده، أي بيت في السودان بتسمع فيني، أبوك جنبك وراجلك جنبك ولدك جنبك، أفتح دول بمرتك بتلقى الحاجات دي قعدت. قاعدين نبيعها بالدس يعني ولا شنو؟ قاعدين ننتجها بالدس؟ ما قاعدين يعملوها الناس في السودان هاي. إلا فرس النهر. انت ما تفتح الدولاب بتاع امك بتلقى خمره ومحلبيه، انت تفتح دولاب ابوك بتلقاهم. اللي بيجيب نوعك ده يهود اللي بيعملهم، والله العظيم. اسمع العربي ده، كل البيوت السودانيه دي، كل البيوت دي فيها الحاجه دي، ولا حاجه بتمسنا، ولا حاجه عيب، ولا حاجه بنتدس منها، ولا حاجه بتسيئنا، وبقولها وبعلينا، وبكره بكره من الصباح غير خمره ودلك في صفحتي ما بتلقى. لا انت لجابك تتكلم فيني، ولا تقدر. لما انت ما قمت بشغلك قام عرضك وقامت المرأة السودانية اضطرت تطلع تبيع، انتوا ده اللي بتعرفوا له؟ لما الجيش هسه اللي بيقاتل ده اللي بيقاتل في 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 3 مليون بيت عشان يرجعوا من الذله والمهانه دي، انتوا بتمشوا تبلغوا في القوات المسلحه وتتكلموا في المستنفرين، ما فيكم راجل شال لك كلاش وتكلم في القوات المسلحه، هسه انت بتطعن في البرهان ولا بتطعن في القوات المسلحه شايل كلاش انت؟ لا انت، انت ما فيكم زول بيشيل كلاش يا زول، تتكلموا ساي انتوا. دايرة تمشي لمنو يقف معاها انت؟ دايرة تمشي لمنو يعرض ليها؟ ما كفاية انها بتصدى تواجه رجال وتفتح معرض وتمشي تتكلم مع البوليس والامن المصري الاجنبي، وتكفاية بيتعرضوا له واحنا ما بنتكلم عنه، بنقول والله صابرين وندعو ليهم، ندعو ليهم ربنا يثبتهم وربنا يعني يعظم اجرهم، وربنا في ذلة ومهانة. احنا نجي هنا بالسترة ومع بعض ونتعاون ونشايل، تطلع انت تقول لي يا اخي بتاع خمرة ودلكة، انا بتاع خمرة ودلكة. لكن احنا بتمشي في الاتجاه الصح. الا انت، انت الوحيد في السودان ده تفتح دولاب ابوك بتلقاهم، ده ما في دولابك انت، انت جابك ذاته بالمناسبة. واحد اتنين يا اخواننا من هنا وليه قدام، انا حي في الدنيا دي ما في زول يتعرض لمرأة سودانية، العربي ده واضح. عندنا الان من القوة والامكانية في السودان بحصلك بشق لك حنكك، وعندنا من القوة والإمكانية إنك بر السودان بجيبك، العربي ده واضح تسمعه. طالع واحد امبارح السفيه ده خليفة دنقر قال لي، قال
احنا خاطبنا الفيسبوك وهنكشف موقعك وهنجيبك ونوديك الرج. انت تودينا انا الرج؟ انت خير يا زول؟ مرات الناس بتقول كلام بيغير في معادلات كثيره. انت توديني الرج لشنو؟ عشان جيت قلت لك يا اخي زينب قالت كذاب؟ انت هي زينب ما قالت، شغلت لك زينب قالت بتدعم الدعم السريع. دارت توديني الرج عشان انت الليله كتبت لنا واحنا بنحتفي بياسر العطا طلع من المهندسين، انت جيت كتبت لنا منشور، قلت لنا انت كتبت منشور قلت فيه الليله الجيش مبسوط والشعب السوداني مبسوط واكتمال هيئه القياده حقتنا و جيشنا مرق وجيشنا ظابط اموره، ها؟ انت جيت قلت لي انا شنو؟ دقيقة، ثانية واحدة خليك معي. الليلة يا اخوانا بدنا على الايام عندنا طيارة هليكوبتر الساعة 5:30 نزلت في المهندسين، مرق منها القائد الثالث القوات المسلحة الفريق أول ياسر العطا، ما مرق بعربية ولا مرق بمدرعة ولا مرق بتاتشر، مرق بطيارة. الموضوع ده بيعني شنو؟ انخفاض عدد المضادات بتاعت الدعم السريع، مؤشر كويس. أيوة، قائد ثالث القوات المسلحة وقائد المعركة الذي يقود غرفة السيطرة والقيادة في الخرطوم مرق بطيارة عديل، ما خايف من الكورنيت ولا خايف من الاستهداف ولا خايف من الصواريخ، مشى من المهندسين، مشى محل القياده والعمليات العسكريه في 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 كرري. الموضوع ده باسطنا شديد الحمد لله، والله مؤشر كويس. اخونا ده طوالي طلع خليفه دنجر كتب منشور. ميليشيا الدعم السريع تسيطر على حاميه المجلد بغرب كردفان، محبه وسلام خير الغلابه. في محبه وسلام بعد ده كيف يعني؟ هو سيطرت يعني، ما في زول يعني. انت ليه 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 بتطمم بطننا يعني؟ انت متعمد؟ جبت الخبر ده من وين؟ حامية المجلد، معادلة حامية المجلد بتختلف. طيب ما هي الجزيرة جابت ليك الدعم، القوات المسلحة تكبد الدعم السريع، الليلة خسائر في المدرعات، ما في زول ذاته جاب لها خبر، ما بقى العادي، مشوا عملوا لهم وعرفك شنو انه جو المدرعات. ما هي انت اللي ما عارفه انه الدعم السريع الليلة ما هاجم المدرعات. طيب بالون وين؟ وهذا السؤال هنا. نعم، ده السؤال اللي هنا المفروض اخونا خليفه دنجر ده، فايه هو قال ده يفتح فيني بلاغ؟ انا بكشف فيك انك انت زول ده عامي شغال ضد القوات المسلحه، بتفتش في حاجه تدين بها القوات المسلحه، تيجي تقول لي احنا بنفتش فيك وخاطبنا الفيسبوك يحدد مكانك ودارين تقبضوني؟ طيب الناس مبسوطه في مدرمان وفي بحري وفي الخرطوم وبر السودان والجيش الليله متفائل، قال لك يحدث الان مليشيا الدعم السريع تهاجم محيط سلاح المهندسين. سلاح المهندسين ده كان فيه ياسر العطا، مرق، الدعم السريع جاء قال لك يحدث الان. يا سلاح المهندسين السلام عليكم، اموركم كيف؟ ما في حاجه يا اخي. خليفه دنجر ده ما زول مراسل حربي عديل للدعم السريع، خبر زي ده اكيد ما في حاجه يا زول. صرفه ياخذ طياره ابابيل نزلت وقامت يا اخي، ما في دعم سريع دارج يسوي شنو بعد الطياره قامت؟ ما هم اصلا محاصرين المهندسين وقاعدين في الفتحات. لما الزول ده قال يحدث الان، قال يا اخي ده يحدث الان، جبت الكلام ده من وين؟ قلت له والله يا اخي انا قلت له يا اخي ما يعني حاين في الميديا، لا ما عشان نتاكد احنا هنا في الغرفه بتاعت القياده ذاتها هنا تتاكد. جبته من وين انت يا صرفه؟ فانا قلت له يا اخي ما لا لا حاين شنو يا صرفه؟ ادينا حته عشان نتاكد الخبر ده ممكن يكون فعلا نازل محاصرين لنا بجنب احنا ما عارفين. لا لا ما هو يا زلمه جبته من وين انت؟ صرفه؟ قلت له نعم. قال لي جبته من وين؟ انا قلت الو شبكه؟ قام رسل لي جبته من وين؟ حسيت الكلام كده عملت سكرين من السكرين المرسل لي. خليفة دنجر معلش ما تقول الموضوع ده احتقار لك، ما قاعد اخش صفحتك معلش. انا صفحتي ما قاعد اخشها والله. ها؟ قال لي يحدث الان، قلت له واحد اسمه محمد خليفة، قال لي البحث ده؟ قلت له قال لي لا ما بتكون معلومات، قلت له يا اخي الناس تتاكد يعني. قال يا اخي كاتب يحدث الان وخط العلم الاشاره الحمراء دي، قال لي ماليش الدعم السريع تهاجم محيط سلاح المهندسين. ما هي اصلا قاعده في المحيط، قال لي. قلت له والله، قال لي عشان كده ساعدته ركب طياره. قال لي ركب الطياره دي انت قال داري تفسح يعني عاجبه الجو؟
قلت له يعني في شنو؟ قال لي ما هو قاعدين في المحيط. طيب قال ده ما قال هاجموا؟ قال لي لا ما هاجموا، قاعدين مدرب هذيك حلال مدوره وحاجاتهم قاعدين اهو، ده ما في شيء تغير اهو، ده قناصه وديك الرباعي حقهم وديلك الجماعه اللي هو ضاب حلين كلب وشنو ما عارف، امورهم طيبه. ما هو اصلا قاعدين في المحيط بتاع المهندسين. ها قلت له والله ده خد المصدر. وقال لي يا سي كيف الفرحه؟ قلت له الفرحه والله يا زلمه طفاله يعني. انا فرحان يا زرع عطر يقبل ابابيل مشى اتلمى مع سعادته ادم هارون، ده حيعملوا شغل طبي والخرطوم حشوف البل. قال لي قال لا لا وما يعني ليه ليه ليه؟ فجاء قال لي يا اخي امبارح قال لي احنا حنخاطب الفيسبوك يقبضوك. الفيسبوك تخاطبوه انتوا يقبضني انا؟ ها؟ لا لا كلام سمح والله. احنا دايما بنشتغل بشنو؟ يعني بخطوه واحد اتنين. انت وكل الشغل زي ده ما كانت تكتكه، ما هو الكلام ده كتبه شوقي عبد العظيم. والاستاذه حنان قالت داره بعدين ترصد الصفحات اللي بتسير الحرب. انت يا سي حنان ما بتسير الحرب؟ انت ما بتسير الغريزه بتاعت الحرب؟ الحرب ذاتها كان عندها غريزه، انت كان اسرتيها. والله العظيم. دقيقه يا استاذه حنان انت كتبت شنو؟ انا يودوني اتقرج، انا يودوني الرج عشان بتكلم في زول متمرد بالقانون. واستاذة حنان قالت ده يجيبوا صفحتي، هي ما قالت عديل، قالت الصفحات الدعم للحرب، احنا داعمين للحرب، احنا داعمين للجيش. وهي قامت كتبت قبل 12 ساعة كده، قالت الله يلعنك مليون مرة يا برهان، ضيعت البلد وضيعت الشباب. اه تتكلم في مجلس السيادة، قالت له الله يلعنك يا برهان. وهنا جات طوالي بعديها لما شافت سعادته مشى جيبوتي، طوالي قامت فرفرت، جات قالت بصوره مفاجاه طرفي القتال في السودان يدعم مناقشه مقترح وقف العدائيات. طرفي القتال غير الطرف اللي اسمه البرهان ده ما في طرف مرق من البلد دي، اطرافنا كلها ذهبت جوا. انت تسمع قبل شويه قلت له والله يلعنك يا البرهان، ده ما تاجيل للحرب. شوف واحد من الطريقه البرهانيه، البرهانيه الكاكيه، البرهانيه الكاكو الكاكي جيشية، عشان ما نلخبط مع الطرق البرهانية، اسمها الطريقة البرهانية الكاكي جيشية. وقالك شيخنا ده زول بيتكلم في كده، ده ما تأجيج للحرب يا أستاذ حنان. لما يتكلم في 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 حمايتي تفتشوا صفحاتنا وتخاطبوا الفيسبوك عشان تطلعوا صرفة وغيره وغيره وارصدوا لي الصفحات. انت تتكلمي في قائد القوات المسلحة اللي هو بيدافع عننا وعن اعراضنا والبلد، انت عادي؟ لا انت ما يسألوك، انت ما يسألوك. في 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 موقف برضو انا بس بحاول الليل اختصر لكم ما اطول. بكره اي زول عنده اعلان اللي يجيبه يجي ويعلم في المنشورات، وانا بنزله له بوست 5 ساعات دي قافله، حاضر ومتكرر. الحقيقه انا عملنا لكم جروب بتلقوه قاعد، الجروب الحمد لله في ساعات وصل 7 8 ألف، والاعلانات فيه في خلال 30 دقيقه وصلت 300 منشور. الجروب ده بساعدكم يا اخواننا عندكم الحياة المنتجة، ما تنتظرنا شير لك في الاسبوع مرة، لا لا لا، في الجروب ده انت يوميا ممكن تنزل اعلانك وتنزل وتتابع والناس تتابع انتاجك طوالي طوالي طوالي، وانا بدعمكم معاكم، انا معاكم يا زول، انا معاكم محل ما تمشي، محل ما تقبل بتلقاني معاك يا زول، والله محل ما تقبل تلقاني معاك، انت مواطن تلقاني معاك، جيش تلقاني معاك، مستنفر تلقاني معاك، حتى القيادة دي تلقاني معاك، محل ما تقبل، انا قاعد يا زول، ما بيجيك عوجة. طيب الليلة احنا عندنا بس حاجة دار نثبتها، اتمنى انه القحاتة بدل السفالة وقلة الادب اللي بيعملوا فيها وتدفيههم لانصارهم يردوا على الحاجات اللي بجيبها لهم منطق منطق. عندنا هنا حاجة، الحاجة دي احنا حاولنا نثبتها امبارح واول امبارح، انه قحط تدعم مليشيا الدعم السريع واقفة معاها، وقحط منحازة للدعم السريع. احنا عندنا حاجات قلناها ايام المعركة الناس نست، فنحن الليلة حنتنقل خطوة شوية. طيب ده مدنا ما لانه ما خطتهم غلط، لانه هم ما نيتهم كده اصلا يا اخي، هم ما نيتهم انتهم من حميد تمد ده انتهم انه جابوا. لا صحيح والله حميد واجعنا نحن ديل، ما واجعهم، لو واجعهم كان جابوا اسسوا كانوا بيحيوه، كانوا واقفين له 15 سنه واقفين في وشنا حمايه له. صحيح. ايش ربنا هنا لهجه بيقول ليلة بكلمة يشبكوك القحاتة حلفاء حميتين انت تصدي خلاص خلاص انا ما قحاتي اها كلمة برضه قال لها الظلم ليه زول يعني قحاتة ما واقفين مع الدعم السريع انا ما توافق وحرية التغيير لانه ما بنتمي لحزب من احزابهم ولا جزء منهم وعندي راي اكبر من راي فيهم وزهدان منهم والسلامات ذاته مشاكل معهم قول والله
اقلب عشان بس موضوع الجبهه المدنيه ده لازم مشاكل معاهم فيه. اها. لانه عقليتهم عقليه ما ممكن تقدم البلد لقدام. تحكي بعد ده كله ما برضه الظلم يعني. الظلم شنو؟ ما تجي تكذب تقول متحالفين مع حميدتي، ما متحالفين حميدتي ده الناس كلها ضده. بس 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 بس. احنا طبعا انا امسك موضوع البوشي ما بيهمني انه اثبت انك انت صادق او كاذب، انت في الحسابات بتاعتي زي عيون البرهان، مظلل انا. ما بشوفك صراحه، كان نبحتك وورقتك دقيت قزازه المويه انت ولا حاجه ما بتظهر. انا داير اثبت انكم حلفاء الدعم السريع. امبارح جبنا تسجيلات وكلام بتاع قاده الحريه والتغيير انهم بيبرروا وجود الدعم السريع في بيوتنا. الكلام ده بدل ترد عليه الليله شابكني احنا والمجلد والما مجلد وال وصرفه حبيبنا انتوا متحالفين مع الدعم السريع ولا ما متحالفين؟ كلام اخير اخر كلام عندكم. الكلام ده البوشي قالوا الفيديو ده قبل 6 شهور. قبل 6 شهور بتلقاه في اليوتيوب تحت عنوان عنوانك شنو اللي عمل بالفيديو؟ محمد حسن بوشي عاجل، الشير امانه في رقبتك لو حريص على حياه اهلك ولو حريص على استقرار البلد. بيعجبني فيك برضه الدراما الرخيصه، اخواننا شيروا لي والبوشي ده. طيب يا بوشي انا داير اسمعك حاجه من سيد الشي ذاته. اول كلمه قال شنو؟ حاضر؟ نسمع سيد الشي. انت ابوشي طبعا لا غايد لا قلت حريه وتغيير وقلت لا منتمي لحزب ولا غيره. طيب نسمع. حميدتي أول كلمة قالها في المعركة دي قال شنو؟ انضم إلينا. أول كلمة قالها في الحرب دي، في الحرب عارفة؟ أسمع. دجلوا حميدتي سيد محمد، يعني هل يمكن أن تقرأ لنا أو يمكن أن تطلعنا على ما يجري من قبل قوات الدعم السريع خلال هذه المرحلة وما استطاعت أن تحققه على الأرض؟ السلام عليكم. اول حاجه عليك السلام المرحوم عبادك الشيء تم الان في بلدنا العزيز في عاصمتنا الخرطوم انضم الينا. النقطه دي مهمه جدا يا قحط، والنقطه دي مهمه جدا يا نور حمد ويا زينب. حميدتي من اول يوم اعتذر وتاسف على الشيء اللي عمله في الخرطوم وفي بيوت المواطنين. انتوا طلعتوا قلتوا لا احتلاها ما يقعد، طب اعتذروا. حميدتي دخل بيوتنا طلع اوعى منكم. على اللي قال شنو؟ هل يمكن أن تقرأ لنا أو يمكن أن تطلعنا على ما يجري من قبل قوات الدعم السريع خلال هذه المرحلة وما استطاعت أن تحققه على الأرض؟ أيوة. السلام عليكم. أول حاجة نحن أول حاجة نحن متأسفين للشيء تم الآن في بلدنا العزيز. الله أكبر. في عاصمتنا الخرطوم. أمرك النصيحة. وده شيء نحن انجبرنا له من زمن طويل، يمكن من 4 سنين نحن من قاتل برانا ومعانا الا الشباب في الشوارع، بيموتوا الان في الشوارع وللاسف الشديد حتى نحن ما فاهمين بعض. والان المصيبه الحقيقيه هو الانسان اللي اسمه برهان، يعني شغال يعني كاذيب وغش وخدع للعالم وللشعب السوداني، وعندنا معاه مواقف كثيره يشهد عليها ناس كثار جدا، من الاخ حمدوك سقوط 25 اكتوبر هي عندها اسبابها. بس اول كلمه قال حمدوك، وقال الشباب اللي بيموتوا في الشارع لجان المقاومه، وقال بنعتذر ونتاسف لما يجري في الخرطوم. حميدتي قال نعتذر ونتاسف يا بوشي ويا النور حمد ويا منعم سليمان ويا زينب المهدي، ده اول خطاب. وقال نتاسف للبجري في البيوت، قال نتأسف. انتوا طلعتوا قلتوا ما احتلها ما يقعد دار تفاوض يطلع منها كيف؟ حميدتي اعتذر، انتوا بتجدوا له في المبرر. طيب يا حميدتي هل معاك زول؟ يعني هل الحريه والتغيير ديل معاك؟ هل انت براك؟ بتقاتل براك؟ كده يعني اشرح لنا. لا يعني قوات الدعم السريعة قواتكم لها دعم سياسي او دعم من الاحزاب المدنيه وبالتالي تعول عليه في استكمال مسار سياسي؟ أنا هنا مع خيار الشعب، مع أي إنسان، مع التحول الديمقراطي الحقيقي، مع العدالة، مع هيبة الدولة، مع عدة السودان، أنا هنا معاه. وأكيد الأحزاب اللي هي دايرة حول هذا الشيء هي معانا ودعم لنا أكيد. قول وهم الآن شهود على شيء قول يا حبيبتي. الكتلة الديمقراطية بل الحرية والتغيير الموقعين على الاتفاق الإيطالي بل هم الآن شهود على شيء تم بل
ميتين كونزات. هذا الاقتتال الدائر في شوارع. اسمع تاني يا بوشي، اسمع اسمع بأضانك. تقول لي الحرية والتغيير مع حلفاء الدعم السريع؟ اسمع المرحوم قبل ما يموت، كلام ده لو 8 شهور، لكن انتوا لانكم مدفوعية الاجر طالعين انت تزبدوا وتربدوا سايا جزم. اسمعوا اسمعوا، قلت له يا اخي انت معاك زول في العملية السياسية دعمك جابكم واحد واحد الله يرحمه كان صادق صوات، والله ملك ملوك الصواطة. شفتوا حاجة انت يا دعامة ويا قحات؟ شفتوا حاجة صرفة ما قاعد في الاجواء وفي الارجاء؟ يا خوانا شهد ليكم قبل ما يموت، مرق النصيحة. قد له انت يا حمدتي؟ قلت له معاك زول، انت معاك اي حزب سياسي، معاك مكون سياسي دعمك يا حماده؟ ونمشي على رؤيه واحده وشورى مع بعض ونقدر بلدنا نخرج بلدنا لبر الامان ان شاء الله. ان شاء الله. تفضل تفضل. هل ال يعني قوات الدعم السريعه قواتكم لها دعم سياسي او دعم من الاحزاب المدنيه وبالتالي تعول؟ السؤال ده واضح، قلت له هل قواتكم قوات الدعم السريع هل عندها اي دعم سياسي؟ هل اي زول واقف معاها؟ السؤال ده واضح يا بوشي ولا ما واضح؟ ده قبل 8 شهور، وانت الفيديو بتاعك ده قبل 6 شهور، يعني قبل ما تقول كلامك ده بشهرين، حمدتي اقر انه عنده دعم سياسي منكم. فسمعنا يا حمدتي، نسمع السؤال ثاني عشان نسق عليها. يا حمدتي انت متعاون مع الناس دي ولا ما متعاون؟ كده قولوا لنا، عيد السؤال يا استاذ. الاخ المخرج انا ما عندي مخرج. وشورى مع بعض ونقدر بلدنا نخرج بلدنا لبر الامان ان شاء الله. شكرا لك. ها السؤال اللي بعديه. هل ال يعني قوات الدعم السريعه قواتكم لها دعم سياسي او دعم من الاحزاب المدنيه وبالتالي تعول عليه في استكمال مسار سياسي؟ أنا هنا مع خيار الشعب السالم، اي انسان خيار التحول الديمقراطي الحقيقي مع العداله مع هيبة الدولة مع عدة السودان، أن احنا معاه وأكيد الأحزاب اللي هي دائرة حول الديمقراطية أكيد هي معانا ودعم لنا وهم الآن شهود على الشيء تم كله شهود الكتلة الديمقراطية قال لك شهود التغيير الموقعين على الاتفاق الإطاري كلهم الآن شهود على الشيء تم بس شهود على الشيء تم يعني التم ده شنو؟ ما سألته من الأول قال عملته في الخرطوم ده كيف؟ قال لا والله متأسفين. قال الكتلة الديمقراطية والحريه والتغيير والموقعين على الاطار الشهود على كل الشيء تم، وبدا كلامه قال حمدوك ذاته شاهد، حمدوك ذاته شاهد في اول كلام له. طيب حتلقوا الكلام ده وين؟ ده اللي قال عمله حميدتي وين؟ قناه العربيه. نديكم العنوان بتاعه تمشي تفتشوا. لقاء خاص مع قائد قوات الدعم السريع السودان محمد حمدان دلق وعاجل عربيه نيوز سكاي. ده اللقاء الاول. في اللقاء الثاني بعديها طوالي مقابلة حصرية للحدث مع قائد قوات الدعم السريع. هاك هاك يا بوش. طيب نمشي نشوف. وده ما كان طويل اللقاء ده. نسمع من هنا. تفضل يا بوش. حلفاء الدعم السريع. في العملية السياسية وان شاء الله حيبدأ عصر ناس من القوات المسلحة وينضموا للعملية السياسية لخيار الشعب ونمشي لقدام خلاص كعسكريين. مرقنا من 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 السياسه مشان رجعنا للسكنات وده شيء متفق عليه. شكرا. سياسيا من يدعمكم في هذا التوجه في هذا الطرح بحسبكم؟ يعني احنا قلت له سياسيا من يدعمكم في الفوضى اللي بتعمل فيها دي؟ سؤال مباشر والاجابه اتمنى تصل للاخ البوشي. ها؟ قلت له سياسيا من يدعمكم؟ ده في الحدث اسمع. وينضموا للعملية السياسية لخيار الشعب ونمشي لقدام خلاص كعسكريين مرقنا من من السياسة مشينا رجعنا للسكنات وده شيء متفق عليه. سياسيا من يدعمكم في هذا التوجه في هذا الطرح استسلام البرهان بحسبكم؟ استسلام البرهان بدعمنا كل الشعب السوداني في هذا التوجه لخيار الشعب دائما نزلوا من 2011 كويس. ولكن كأطراف سياسية كأحزاب كحركات بل كل الكتل الديمقراطيه ضربوا علي من الصباح هم زعلانين ودانوا هذا العدوان والموقعين من الحريه والتغيير لجنه الاتصال والموقعين كلهم دانوا هذا التصرف الجبان ونحن كل الان الناس الماديه التحول الديمقراطي الحزاب السياسيه رجال المقاومه الشباب كل الناس دار التحول الديمقراطي الحقيقي هم واقفين معنا الحمد لله. إذا سيادة الفريق لا 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 حبيبتي كده ما بنخليك أي زلمة سمع اسمه يا اخواننا يتحسس له حتة يتدس فيها.
فتاكم قال ضربوا لي مين الصباح؟ طه عثمان انت ضربت له؟ اي قالك الواسق البريري انت ضربت له صح؟ مش كان عندك لغاء قلت تكلمنا معاه ومشينا لقينا الكباري مقفله؟ لقينا الكباري فاتحه الساعه 3 ومشينا وكان القصر الجمهوري 9. حميدتي قال مين الساعه 3 الكباري مقفله؟ طه عثمان كلامك معاه متضارب، يبقى الحلقه الجايه حابين لك انت وهو يا طه عثمان، بس بوريكم لكن كلامك تودين. اسمع الزول ده سالته المذيعه قالت له واقف معاك منه؟ قال رجال المقاومه واللجان الحزبية والكتلة الديمقراطية والموقعين على الإطار وكل الأحزاب، وقال ضربوا لي أدانوا الحاجة دي. والحاجة هي شنو؟ قال كلهم واقفين مع المذيعة، ما سألته إنتوا واقفين في شنو الموضوع؟ قال اعتقال البرهان، تسليم البرهان نفسه. إنتوا أكدتوا الكلام ده؟ تيجي تقول لي دارنا فاوضوا طرفي النزاع وجدة، جدة بتاعت فنيلتك، جدة بتاعت فنيلتك. أسمع أسمع ده السؤال، ده الكلام هنا. مرقنا من السياسه مشينا رجعنا للسكنات، وده شيء متفق عليه. رجعت كيف؟ انت حرقت البلد. سياسيا من يدعمكم في هذا التوجه في هذا الطرح استسلام البرهان بحسب استسلام البرهان؟ يعني احنا بدعمنا كل الشعب السوداني بهذا التوجه. بالضبط. لخيار الشعب دائما نحزنه من 2011. بالضبط. لخيارنا نحزنه من 2011 احنا. 2011؟ ولكن كاطراف سياسيه، كاحزاب، كحركات. كل الكتل الديمقراطيه ضربوا علي من الصباح، هم زعلانين وادانوا هذا العدوان، والموقعين من الحريه والتغيير لجنه الاتصال والموقعين كلهم دانوا هذا التصرف الجبان. ونحن كل الان الناس الماديه التحول الديمقراطي، الحزاب السياسيه، رجال المقاومه، الشباب، كل الناس الدائره التحول الديمقراطي الحقيقي هم واقفين معنا الحمد لله. اذا سيادة الفريق اول، شكرا لك يا اخ حميدتي وانت في غبرك. حقيقه انا بستمتع باصواتك تماما كما الاشياء، ولكن دارين نرد على الاخ البوش اللي قال احنا ما متحالفين مع الدعم السريع. طب متحالف مع الدعم السريع كيف يعني؟ ده حميدتي دار تكذب. حميدتي كذاب يا بوشي، بيقطع منك الجون القروش والله والله العظيم. بكره الصباح تكون في واقف في معبر ارجين، ما بتقدر اطلع اقول حميدتي كذاب. طيب هنا تصريحات مبارك الفاضل، قال شنو؟ رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل: قحط لا تدين الميليشيا لأن قيادة الدعم السريع تصرف عليهم الآن وعلى تحركاتهم وسفرياتهم. أنا زول نكرة مجهول إلا تجيبني عن طريق الفيسبوك. مبارك الفاضل قاعد أدى عليكم طاخ كده، قال لكم ما بتقدر تدينوا الدعم السريع لأنه ميليشيا الدعم السريع قاعد تصرف عليكم كلكم، قال لكم أكلكم وشرابكم وإقامتكم وسفرياتكم. أطلع أرد على مبارك الفاضل. طبعا هيعمل الموضوع الشخصي، يقول لك المبارك الفاضل كان وزير داخليه، مبارك متهم، مبارك لما كان في وزاره التجاره. لا 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 لا، اتكلم في حته محدده، ده الرد محدد. مبارك قال الدعم السريع بيصرف عليكم، تطلعوا تقولوا الكلام ده ولا ما بتقدروا؟ طيب مبارك قال لكم حاجه ثانيه، اتمنى انه جعفر حسن قال لكم متعشوين. جعفر مبارك قال لكم دي، قال اعتقد ان بريطانيا والولايات المتحده شجعت حميدتي على الانقلاب على قائد الجيش والاستحواذ على السلطه، والمبعوث الامريكي اخبرني بان هنالك انقلاب يرتب لهم من قحط وحميدتي وغادر البلاد قبل الحرب بيوم واحد. ده كلام بتاع زول مبارك الفاضل رئيس حزب وشخصيه معروفه، اتكلم في ثلاثه تصريحات، قال اعتقد امريكا وبريطانيا وسوسوا لحميدتي قال اقلب البرهان، وما كانوا عارفين في حاجه اسمها صرفه قاعد، وفي استنفار بيجي، وفي جمعه تفويض، وجمعه غضب، والشعب السوداني يتوحد، والقبائل تنزل مع القوات المسلحه، والمواطنات والمواطنين، والمعسكرات بتاعت استنفار للبنات، وكله ما كانوا عارفين الحاجه دي. والله قال حاجه اخطر، قال والانقلاب تم بين اتفاق بين قحط وبين حميدتي والسفير الامريكي اللي قال الكلام. السفير الامريكي قاعد معاهم في مصر دي، بكره الصباح طوالي يا عمر الدقير تمشي له وتساله تقول له سالت كلمت مبارك الفاضل؟ قال لك لا، تنزل لنا في منشور، ما في صفحتك، تنزله في تمشي ترسل لناس الجزيره. بكره ناس الجزيره ما عندهم شغله، تضربوا لمبارك الفاضل السفير الامريكي رجع عليك ولا ما رجع؟ الموضوع ده احنا ما قاعدين ما عندنا شغله، تو خليك في خندقك، خليك في ارتكازك يا برهان، خليك في شغلتك يا سرعاته، خليك مع هذا الشغل ده بتم، وانا ده ما عندكم شغل ولا مكتب اعلامي ولا توجيه ولا زفت. بكرة ما عندنا شغلة، مبارك الفاضل السفير الأمريكي وعمر الدقير ما عندنا حاجة. عربي ده ما بسيط، أزل ده قال لكم أنتم متفقين مع قحط، تكلموا منه السفير الأمريكي هل هو حي؟ قاعد في مصر، وقبل أسبوع كان مجتمع معاكم، قلت أنت كلمت مبارك الفاضل تسأله بس. أما مبارك وتاريخه وكان مع الكيزان أنا ما أقدر أسمع دي، حتة محددة بس ردوا على دي. معليش يا أخي طبعا قحاته ما بيقدروا تفتح لهم موضوع ترد عليهم، هسه احنا اثبتنا انه في تواطؤ بين الدعم السريع والاحزاب.
الكلام ده قاله المرحوم شخصيا، المرحوم حفظه الله، الله يخليك لنا يا حميدتي في قبرك، والله موتك سمحة تشهي الموت ذاته. دقيقة بس أنا اسمعوا، الكركبة والعلبة فتحت والعلبة قفلت، يقول لك بتاع المخدرات. السبيع الحمدابي يا منحدر، انت قلت لي ناس بنك الشمال، عارف بنك الشمال دي قضية بتاعت اتنين قبضوهم بيعملوا في حاجة غلط، اتصوروا طلعت انت انتبهت الشعبي كله والنظام كله والكيزان وبتاع، وكنت قدرت تسيطر اعلاميا. لكن ما قولك في انه جمعية القرآن الكريم استحوذت عليها وصادرتها جماعة ميم؟ جماعة ميم كونت عندها في حاجة اسمها مستشار النوع جابه حمدوك، بتقدر تتكلم في دي؟ انتوا بتتكلموا عن الشمال، انتوا الشمال، انتوا جبتوا مستشارة شمال عديل شغالة في مكتب حمدوك، دي هانة ليك ليوم الدين. طبعا انت الموضوع بتاع رجولة واولاد وعرس وبتاع الحاجة دي انا عاجبني فيك انك جنحت فيها، ما بتقدر يعني، ما في زول ذاته بيناسبك، والفيك معروفة يعني، هو بطالتك اللي بتسوي فادي هذا اقصى امكانياتك. واعتقد انه لما ناس الفرقه الخامسه بتاعت مروي اعتقلوك الفتره اللي فاتت دي، شكله السجان بتاعك ده وراك كتاب بالعصايه دقاك في راسك يعني، فطلعت مختل على الخلل اللي فيك. فما قولك في جمعيه مين بتاعتكم الصادره القران الكريم؟ الموضوع ده ما استرداد اموال، دي اسمها احتلال، حاجة بيطبعوا فيها المصحف دي مفروض تشريفة يا سفيع الحمدابي. فانت بتتكلم عن شمال ويمين، قدر الدليل على دي لو انت راجل، وليعلم الشعب السوداني انه انا الوحيد اللي صدت للقضية دي الحمد لله، واعدت جمعية القرآن الكريم الى القرآن، انا اللي صدت للموضوع، فانتوا بتعرفوني لازم. انا خايد معاهم جولة في الموضوع ده من 2019 بداية كده بدوا لجنة التمكين، انا خايد معاهم جولة، الحاجة اللي بتمس الدين والكده. هسه اللي قلت لك الجمعية بتاعت القرآن لجنة التمكين مصادرة لها 1000 فدان كانت لإعانة الأيتام والأرامل في الأقصى، مش صادرة وجدي وصادرة أبو الجوخ قالوا لي داري ناظرني، فضيحة في القضارف، مشروع مدينه ليه قبل الكيزان ذاته قاعد، والله العظيم يا أخوان. فانت لو دارت تتكلم عن شمال ويمين السفيه الحمدابي، تكلم ليه عن جماعه ميم القعده في دار طباعه المصحف؟ دي فضيحه يوم القيامه، احنا ما بنقدر نلاقي الله ولا بنلاقي اي زول، الجيل بتاعنا ده بس الحمد لله انه بعد ده كله، دي فضيحه. فانا دارت ما دام تتكلم عن السلوك والاخلاق تتكلم ليه عندي؟ تكلم ليه عندي لو انت ولو اي حاجه، انت ما انت عارف روحك، انت السفيه الحمدابي. طيب السفيه الحمدابي عندنا لكم حاجه سريعه نسمع دي مع بعض. نسمع دي، نسمع كلام الدعم السريع عن انهم ما احتلوا البيوت ولا قاعدين فيها. ده كلام عزت، انا هعيده لك تاني بس عشان اوقع لك. تفضل. اذا كانت تتواجد في البيوت لا يمكنها كسب المعارك، معركه ليس لجنود الدعم السريع وقت يجلسون في البيوت، هذه مساله لشغل الدعم السريع بمطارده اشخاص يلبسون بها الدعم السريع متواجدين داخل البيوت. انت ما بتقول لك الدعم السريع يطلع من البيوت، كحت لا يطلع لك منها كده، ما بيطلع الا بتفاوض. اول حاجه شكرا للنور حمد، الدكتور النور حمد، اول حاجه كلامه ده هنا خطير جدا ومهم، في انه هو اثبت على انه الدعم السريع احتل البيوت، يعني شهد شاهد. فاحنا مشكلتنا هي موضوع انه الدعم السريع ناكر انه احتل بيوتنا، وعشان كده احنا عملنا قوه اسمها الاستنفار والمقاومه الشعبيه، ودارين نكتلهم جوا بيوتنا دي، تمام؟ لكن الدعم السريع قال احنا ما احتلينا، وامريكا ما قدرت تعمل لهم حاجه، والسعوديه ما قدرت تعمل حاجه، وما في زول دار، وتشاد ما قدرت تعمل، وكينيا ما قدرت تعمل. قام النور حمد القحاتي دقس قال هاي الدعم السريع احتل البيوت، دارين نطلع كنا كيف؟ يعني احتلاها هاي، بس احنا دارينك تمسك لنا في دي، يعني الجيش هسه لو بلاهم باي حاجه ما في اشكال، ما احتلاها، انت كنت يمرق منها كيف؟ بنوريك بيمرق كيف، هسه احنا ما قاعدين نوري فيك. لكن طول الامد انت شايف انه حلها بالتفاوض مع المحتل، يبقى انت لو كان كنت قاعد في فلسطين كان سلمتها من اول طلقه. لا، التفاوض مع المحتل ما بالطريقه دي. نور حمد ده محتل، تعريفه بيفرق من المحارب، بيفرق من المتمرد، بيفرق من الحركات المسلحه، ما احتلت بيت زول الحركات المسلحه، قال ما احتل بيت زول. دي ما بتنتهي كده، المحتل يطلع، طيب التفاوض تتفاوض في بيت الزول في كيف يعني؟ تقول له ندينا الدعم السريع يا نور حمد؟ ندي المربع ده للدعم السريع، نديهم بيوتنا، نديهم عرباتنا، ولا الفهم شنو؟ ولا انت حتراضي كل مواطن؟ الحل شنو طيب؟
اي قال الا بالتفاوض، التفاوض وفاوضوه في شنو ما حقه، انت قلت احتله، انا داير تسمع دي. حميدتي اعتذر عن احتلال البيوت. عزت نكره في الاول، جنو رحمت قال لا محتلينها فرحانين. حلفاء لا كذب المعارك، معركة ليس لجنود الدعم السريع وقت يجلسون في البيوت، هذه مسألة لشغل الدعم السريع بمطاردة أشخاص يلبسون زي الدعم السريع متواجدين داخل البيوت. أنت ما بتقول لك الدعم السريع يطلع من البيوت، هو احتلها يطلع لك منها كيف؟ ما بيطلع إلا بتفاوض، ما حيطلع لك. في زول احتل لي في معركة محلة طلع منها كده ساكت لأنك أنت قلت له أطلع؟ بيطلع لما أنت تكون عندك قوة تخليه يطلع. عملنا الاستفهام من العمليه، انت ما عندك الاحياء دي كلها قاعدين فيها نفس الدعم السريع، ولذلك ده تفكير ما موزوني. طيب لو قاعدين فيها الدعم السريع ما يعلنوا حكومتهم؟ ليه بيفاوضونا؟ ليه بيفاوضوا الجيش؟ لماذا يفاوضوا الجيش؟ ما تعلن حكومتك انت كنت قاعد في الاحياء دي كلها يا نور حمد. وكلامك ده يتعارض تماما مع الكلام بتاع الايجاد اللي هو قال خروج المتمردين من بيوت المواطنين، خروج المتمردين من المنشات الخدميه، عودة الحياة الطبيعية، عودة المواطنين، هي دي اللبنة الأساسية للتفاوض بعد ذاك أو أي حل سياسي. وما ذكروا تفاوض ولا حل سياسي، قالوا دي بس اللبنة الأساسية. النور حمد قال اطلعوا لك من بيوتهم كيف؟ كيف أنت تقنعني إن النور حمد ما حليف الدعم السريع يا أبوش؟ إذا كان حميدتي اعتذر عن دخول البيوت، النور حمد يقول هاي احتلوها دايرين يطلعوا منها كيف؟ إلا بالتفاوض؟ أنت داير تجبرني وتجبر الشعب السوداني والقوات المسلحة تفاوض عشان الدعم السريع قاعد؟ يبقى أنت اللي بتقنع فيه. الدعم السريع بيقول احنا ما قاعدين في البيوت، انتوا بتقولوا هم قاعدين، واحنا دي الحاجه اللي حنكتشفها من بكره في الواطه. انتوا في دعامه في بيوتنا ولا ما في؟ كلكم تمسكوا الحديد والخشب، والله العظيم وحياه الله جد حشوفوا كتاب. ها نواصل. حلفاء الدعم السريع قالوا بيفتروا، ده كلام التي طرحها قال القوات المسلحه بانها تريد خروج القوات الدعم السريع من منازل المواطنين، هذا الامر من الممكن حله عبر التفاوض، هذه ليست قضيه مستحيلة. الذين يتحدثون عن منادي اختزال الحرب في منادي المدنيين، انا اعتقد انها يعني الغاف الحرب الذي يؤدي الى ذلك. اذا كان هنالك قوات، يعني انا يعني لا اعتقد ان قوات الدعم السريع تتواجد داخل منازل المواطنين. الدعم السريع ده بس دخلوا بيوت الناس، القصف بتاع الطيران بيحتموا بيوت الناس عشان القصف بتاع الطيران. عين هنا التناقض يا أستاذ شبشب الملك. الأستاذة زينب قالت الدعم السريع يحتمي بيوت المواطنين، والأستاذ النور حمد قال الدعم السريع احتل بيوت المواطنين. طبعا ده الفرق. احنا بناخد شهادة الأستاذة زينب دعما للقوات المسلحة لأنها قالت الدعم السريع احتمى بيوت المواطنين. احتمى يعني شنو؟ يعني عارف ان الجيش ما بيضرب بيوت المواطنين، ودي شهاده من الاستاذ زينب ان الجيش ما قاعد يخصف بيوت المواطنين، والدليل انه الدعم السريع احتمى، قالت احتمى، لكن النور حمد قال احتل، فدي تناقض. هل هم احتموا ولا احتلوا يا النور حمد؟ عيد لنا يا استاذ زينب. استاذ زينب زينب دفعت ابوها ما شاء الله تبارك الله، الله يديك طول العمر. اسمع، أعتقد أن قوة الدعم السريع تتواجد داخل منازل المواطنين. منعم سليمان قال الدعم السريع ده أدخل بيوت الناس شنو؟ القصف بتاع الطيران. صح، بيهتموا ببيوت الناس عشان القصف بتاع الطيران. حلو. الكلام بتاعي أنت إذا أردت أن تطاع أطلب المستطاع. اللي هو شنو؟ أنت داير الدعم السريع يطلع من البيوت يقيف أرض سلاح، يقيف القصف بتاع الطيران عشان هو يطلع من البيوت. شكرا لك. حلفاء الدعم السريع، ربنا سبحانه وتعالى يعني قادر عليكم وفضحكم وكشفكم. في زول سوداني حسي تاني مقتنع بالحرية والتغيير، في زول تاني مقتنع. أيوة، في حاجة أخيرة، المعضلة ذكرتها الأستاذة حنان حسن، قالت حاجة ظريفة، قالت على سبيل فك الحيرة المنطق الوجودي البربط بين تأييد الجيش ونعم للحرب شنو يا جماعة؟ غباء منطق البلابسة، صعب يتفهم صراحة. اول حاجه صعب تفهم لانه في سنسرات انت ما عندك، ما هو ده احنا بنثبت في الحاجه دي انك انت بتعرفي عزه كرامه حريه تجيب حقك تقالع تستشهد تموت في سبيل حاجه، ديل الحاجات دي ما عندك.
فعشان كده هتفترضي انه احنا اغبياء والفهم بتاعنا صعب وانت ما بتقدر تستوعبيه. فعلا انت ما بتستوعبيه لانه ما عندك كرامه. فعلا ما بتستوعبيه لانك ما عندك حريه. فعلا ما بتستوعبيه لانك انت شغاله مع الدعم السريع. فعلا لانه ده كان مخططكم انكم تقعدوا في بيوت الناس وتطولوا الحرب. احنا منطقنا في انه لا نعم للحرب والحرب زي ما هي قالت المنطق. شنو العلاقه؟ احنا نقول كلامه نصا عشان ما تمشي تقول حرفه. قالت المنطق الوجودي اللي بيربط بين تأييد الجيش ونعم للحرب. المنطق الوجودي في تأييد الجيش ونعم للحرب انه الجيش قال الحل الوحيد المطروح الان انه الدعامة ديل امرقوا من بيوت الناس ويجونا كجياشة. قام الدعم السريع قال ما بيعمل الحاجة دي. قمت انت فرحتي قلت يا اخي في تفاوض في جدة. مشينا تفاوضنا في الحتة دي وذكرتها امريكا. امريكا الاكبر منك انت، احنا ما بنشتغل بك. امريكا الاكبر منك قالت الدعم السريع مروق، بعدين نجي نتم الموضوع. اسمها مخرجات مؤتمر جدة. مروق الدعم السريع كده باللغة العربية من بيوت الناس. تمام؟ قام الدعم السريع قال ما بمروق. احنا جينا للجيش قلنا لهم دايرين بيوتنا. قال لنا بيوتكم دي ماسكة الدعم السريع. قلنا له يا اخي انتوا شغلتكم شنو؟ قالوا نكتل الدعامة والمجرمين او نكتل المحتل. قلنا له خلاص تموا شغلتكم. احنا مشينا معاهم في التفاوض لحد يوم 25/5 واحنا الان في شهر 12 سبع شهور. مشينا قعدنا اتفقنا امرقوا للناس من بيوتهم تعالوا لنا في القيادة العامة. مشوا فعلا حاصروا القيادة العامة. الجيش تاكل جو. الجيش ما عنده مشكلة مأمن اي حاجة ما عنده مشكلة. الجيش قاعد في وادي سيدنا والمهندسين بتحركوا بالطيارات وامورهم طيبة. قالوا لنا تعالوا لنا برا اقعدوا في معسكر طيبة. الدعم السريع قال ما بيمشي. خلاص اقعدوا في معسكر هيئة العمليات اللي احتليتوها زمان ما قاعدين فيها وماسكينها من سنة 2020. اقعدوا فيها خلينا نجي نبين لكم. قالوا لا بس نقعد في بيوت المواطنين. طيب يا اخواننا الناس دايرة ترجع بيوتها. والله احنا ما بنمرق يا زول الا البرهان ده يسلمنا روحه. يعني سلمك السودان زي ما سلموكم في نيالة. مشيتوا حركتوا المواطنين في غرف وحركتوا وقتلتوا الوالي. يعني انت بتأمنين يا حنان انه دير يحكمونا؟ انت بتأمنين يا زينب؟ طيب يا زينب ليه ما قعدت في بيتكم؟ بيتكم احتل الدعم السريع، لماذا ما جلست في بيتكم؟ خايفه منه نعمل لك شنو؟ الحاجات الفراسك دي ما اعتقد الدعم يعملوا. انت ليه ما قعدت في البيت؟ لماذا هربت اسره الامام الصادق الى مصر؟ وقت هي بترى انه يا اخي الموضوع ده بيتحل بالتفاوض، ليه ما اديتينا نموذج؟ ادوني بيت واحد طلع منه الدعم السريع بيتفاوض مع سيده، ما في. قام الجيش قال لنا يا اخواننا انتوا خلونا نتفاوض معاهم. قلنا لا يا جيش ما في تفاوض، احنا بنعمل لك تفويض. احنا مرقنا الشعب السوداني فوضنا القوات المسلحه في جمعه شهيره ومشهوده والعالم كله شافها. فوضنا القوات المسلحه وفوضنا البرهان. الجيش قال اخواننا بل. قلنا له بل بس. نعم بل بس. ما في مواطن حسي غير الا الناس المتاثرين اللي هم متاثرين بقحط وفي نفس الوقت ما عندهم سند وظهر من عزيمه ومن اصرار ومن قيم تخليهم عارف انه ده حقه وما في زول بيفرض في حقه. فهم اغتصاب هاي يسرقوا بيوتكم هاي يقعدوا معاكم هاي دعامه ويقعدوا معانا. يعني احنا ما دارين الحاجه دي. والداير يا هداك بيته يمشي في صفحته يخط شهاده البحث ويخط عنوان بيته وتليفونه وسمرته واولاده ويديهم للدعم السريع. احنا ما حنعمل الحاجه دي ولن نسمح زي ما قال النور حمد الدعم السريع احتل حته. دي شهاده من النور حمد انه الدعم السريع محتل. المحتل يواجه بالقوات المسلحه، والمحتل يواجه بمعركه، والمحتل يواجه بالطرد يا اخوان. امشوا عرفوا معنى احتلال يعني شنو يا زينب. زينب انا برجوكي اول حاجه حاجه خاصه بالجنبه. الراجل ابوك ده يعني ما دار سيئات. حاضر؟ واي كلمه تقوليها انت مردوده بكون عكس. شفت الجروبات لما الفيديو بتاعك ده طلع؟ انا ما طلعته لكن تكلمت عنه قبل ما يطلع. فالناس نبذوكي ونبذوا ابوك ونبذوا راجلك الواسق البرير الواسق طبنجات. عرفت كيف؟ وما خلوا لكم جنبها. الكلام اللي بتقوليه ما موزون يا زينب. بعدين انت مره كبيره يعني المهاترات تحت الكلام التصريحات دي بتوخذ عليك واحنا قرفانين منكم. انت عارف التصعيد الاعلامي من المواطنين بيشوفوك فيه حته بيسبوا لك كرهانينكم. الساده طلعتوا ساده ما اصحاب موقف ولا مبدا. ولا يمكن تكون مرجعيه. ويخجل السوداني حزب الامه يوري اولاده ويقول لهم انا كنت حزب امه تابع ليديل. والله ما في زول ثاني بيقدر يعملها مستحيل. احنا ما حننظف البلد دي من الدعم السريع والخونه والاحزاب وبس. لا لا احنا حننظف نفوس الناس. ما هو حس الدليل على نظافه نفوس الناس ما في زول داعمكم في مشروعكم. ما في زول واقف معاكم، ما في لافته يا اخي. انت حرقوا صوركم. شفت المظاهرات في فرنسا؟
شفت حجم الناس الطلعه دي؟ شفت يا خالد سيلك صورتك في الارض بتداس بالجزمه؟ شفت الحاجه دي؟ ده ما استفتاء شعبي يا هدى. البرهان حسي يجي ماشي لحته، ما في زول بيخليه يمشي ذاته. طلاقات وحلايف ده ما استفتاء. ولو انت قدرت تخش صندوق الترجو، الصندوق ده بيجي بعد البلد دي ما ننظفها من الدعم السريع ونمسح حاجه اسمها اطاري ونكسر كل البيوت والدور بتاعت الاحزاب الخونه. اي زول قالوا حميدتي الليله مشارك معه وموافق، هما المذيعه سالته قالت له منو معاكم في مشروعكم بتاعت استسلام الدعم السريع؟ قال لها كلهم معانا، كتله الديمقراطيه، الموقعين على الاطاري، رجال المقاومه، اللجان الحزبيه، الحريه والتغيير، ذكرها كلها. قال انتوا دارين البرهان يسلم؟ ها ما حميدتي قالوا كمان نكذب يا اخوانا، زول مات. اذكروا محاسن موتاكم ولا شنو؟ اذكروا محاسن موتاكم، الراجل قال كده، فاحنا ما بنقدر نكذبه. عموما بكره ان شاء الله يا اخواننا اي مره في السودان عندها مشروع عندها استثمار انا معاها، اي زول في السودان عنده مشروع عنده استثمار انا معاه، ما تخجل رسل لي اي حاجه بنزلها منشور عديل، مش انا وبس لا، والمعايد كلنا والحولنا كل الشباب ديل كل الجروبات حتشتغل، ما في اي مشكله. لما الراجل ما قام بشغل المرة سدت الفرقة، احنا معاك يا زول والله العظيم، ولا نقول لك ولا كلمة، ولا يستطيع زول راجل في السودان يتكلم له مع مرة، ولا بتقدر تطاعين ولا تفتسكو الساي، دار تتكلم شيل كلاشك اهو ذاك الخندق، ما دار تتكلم قفل مننا بس. وحقكم علينا. وإذا وصلتكم أي كلمة أو إساءة أو تعدي أو تطاول، أنا قاعد والله امسحوا لي في وشي. امسحوا لي اي اساءه جاءتكم يا نساء السودان، امسحوا علي في وشي، وحقكم علينا، ومحل ما تقبلوا بتلقونا، وانا معاكم والله والله جد، والجيش معاكم، والبرهان ده معاكم، والقوات المسلحه معاكم، والشعب السوداني معاكم، وانتم معززات مكرمات كنتوا في السودان او برا والله، ولا في زول احنا لن نسمح ان زول يتعرض ليكم او يتعدى عليكم او يصلكم. حاضر. واذا كانت حل المشكله بايقاف الحرب دي بدمار الزول اللي سبب لكم في الازمه دي، فاحنا والله لحد اخر دعامي ولحد اخر نفس في القوات المسلحه. والسبب الكارثه والاذى دي احنا بنحسمه كرجال، ودي واحده من القضايا اللي حتكون في السودان تسليم مفتاح. احنا مع الملف ده بتاع الدعم السريع ده ما حنحله بغطي ولا باتفاق ولا بمداراه ولا لا لا لا، ما عندنا كلام ده، حنحله في الشارع هنا الرجال، ولا هيحصل فيه اتفاق ولا زي اللي بيطلعوا يتطاولوا على القوات المسلحه معارك اللي اتهزمت. لا دي معركه هينتصر فيها الجيش، ودي معركه هتكون نموذج للعالم كله، ودي معركه هيشارك فيها الشعب السوداني ويشارك فيها الشعب السوداني. والقوات المسلحه تفهم حاجه، احنا اديناكم اولادنا ديل عشان يحموا البلد دي، ويكونوا رجال يتحملوا المسؤوليه ويتحملوا الورثه. وبرضه هنا من هنا بنرسل رسائل للدعم السريع، انتم محاصرين من محل ما مشيتم محاصرين، وما في حاجه غير القوات المسلحه دي، وما في حاجه غير الجيش، وكلكم حتلفوا وتجوا للجيش ده. العربي ده ما بسيط، العربي بسيط واضح. وما تفتكروا انه احنا الخرطوم دي والله هي خليتها لنا، وزي البرهان اتفق وفصل وما فصل. الليلة المجلد ولا بابنوسة ولا الضعين عندها موقع وعندها وضع خاص. أي زول يا إخواننا مواطن لابس ملكي وقف مع الدعم السريع ده، بالنسبة لنا إحنا الدعم السريع ده هدف عسكري. وعملنا حسي إحنا يا إخواننا سدا للزرايع بتاعت الدعامة ديل، وزي الكلب اللي بيطلع بيبرر الضربة بتاعت القوات المسلحة للكوبري والنفق بتاع السوق المركزي. أنتوا بتمشوا الأسواق دقلوا دي صح؟ يعني انت شايف الدعامه قاعدين في السوق، تمشي تجيب اطفالك وتجيب اولادك تمشي محل الدعامه؟ كيف دي ما منطقه عسكريه؟ الخرطوم كلها منطقه عسكريه، والسوق منطقه عسكريه، بتجيب اطفالك ليه؟ دي واحده. اثنين، احنا عملنا اسواق البرهان للبيع المخفض هسه شغالين فيها، ومعانا ولايه الخرطوم وندعم ولايه الخرطوم. واي مشروع هسه برضه من الاخبار الطيبه نقرا لكم حاجه سريعه، سيد الوالي الوالي ما شاء الله ربنا يحفظه يا اخي، يا اخي ده عامل شغل عجيب يا اخي، حاجات اللي بتفرح. انا بجيت افتش بس اخبار الوالي بتاع الخرطوم والتيم اللي معه، لما اجي افرح فرحني الزول ده. سيد الوالي قال شنو؟ يؤكد دعمه لقضايا العاملين في تشغيل محطات المياه. الناس اللي شغالين في محطات المياه، السيد الوالي قال لهم انا اؤكد دعمي لهم، والزول ده لما يقول كلام قاعد يسويه. طيب يا سعادتك في شنو؟
قال بحث الوالي الأستاذ أحمد عثمان حمزة اليوم مع لجنة العاملين بهيئة مياه ولاية الخرطوم قضايا العاملين في تشغيل المحطات النيلية والآبار والتحديات التي تواجه التشغيل بالإضافة لاستحقاقاتهم المالية ومعينات العمل، وثمن الوالي الجهود التي يقوم بها العاملون في استمرار الإمداد المائي والتعامل مع الأعطال بصورة فورية تضمن عدم التوقف رغم ظروف الحرب. آلاف البيوت فيها مويه، في رجال في الشارع شغالين وشايلين كلاشهم وبيأمنوا المويه وبيأمنوا المويه للمواطن. السيد الوالي انتبه للشريحة دي ودعمهم ووقف معاهم وسمع القضايا حقتهم وعد بها، ولما يوعد قاعد يوفي ومشكلتهم محلولة، ووعد الوالي بتوفير المعينات التي تضمن استمرار العمل. كان حيعرفها كيف الوالي؟ عنده مليون حاجة مفتوحة، موضوع المستشفيات مفتوح، موضوع النقل مفتوح، موضوع عربات دي الناس الموية وصلوه قالوا لي احنا محتاجين حاجات، قال لهم شنو؟ قال لهم ووعد الوالي بتوفير المعينات التي تضمن العمل استمرار العمل والسعي الجاد لخلق بيئة ملائمة للتجاوب مع كل الظروف المحيطة، مؤكدا حرص الولاية. طبعا وقال لك السعي الجاد لخلق بيئة مع كل الظروف المحيطة، معناه دار يديهم قوات بتاعت قوات عمل خاص تحرسهم. ما كلام واضح، البيئة المحيطة شنو حرب أزول ده وعدهم وهم قبلوا. قال لك مؤكدا حرص الولايه على استمرار خدمه المياه لكل الاحياء باعتبارها من الخدمات المهمه لاستقرار المواطنين، ووعد بالاسهام في التخفيف على العاملين بتوفير السلال الغذائيه لكل العاملين ضمن العون الانساني وصرف المرتبات حسب برمجتها. العربي ضمان جيد عايز الفولات الخرطوم امورك طيبه، عندك سله غذائيه ومرتبك حسب المواعيد، واي حاجه بتساعدك تؤدي العمل ده، واي زول داير يطلع الشارع يشتغل خدمه للمواطن وتجهيز لعوده المواطنين. السيد الوالي قال لك في الظروف دي احنا جاهزين. يعني شنو؟ بنديك الحمايه، دكراعك وامشي المكتب. عربي ضمان جيد، حفظ الله الوالي وحفظ الله الطاقم المعاو، حفظ الله ولاية الخرطوم، حفظ الله الشعب السوداني، نصرنا الله على الأعداء. نقطة عربي انتهى.